اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه اللجنه الاولمبيه المغربيه. كيف ما كتعرفوا من ضمن المهام ديال اللجنه الاولمبيه المغربيه وهي مرافقه وتهيئ الابطال المغاربه بالطبع بالتنسيق مع الجامعات الرياضيه، كنهيئهم للمشاركه في الالعاب الاولمبيه، العاب البحر الابيض المتوسط، العاب افريقيه، وكل الالعاب اللي كتنظم تحت لواء اللجنه الاولمبيه الدوليه. وكذلك كنكملوا التكوين المستمر كيفما هذه الفيديو كونفرنس اللي كنظموا معكم، وبالاخص حمايه الرياضيين والابطال من المنشطات. باش تعرفوا اكثر على برامج اللجنه الاولمبيه كندعيكم لزياره الموقع الالكتروني اللي غادي يبان امامكم في الشاشه. اليوم غادي نتكلموا على تغذية الرياضيين وكيفاش التغذية كتحسن الأداء الرياضي بشكل خاص وكذلك كتحافظ على الصحة ديال المواطن بشكل عام. باش نتكلموا على هذا الموضوع غادي نستقبلوا الدكتور صلاح الدين حدو. سي صلاح، مرحبا بك. مرحبا سي حسن، مرحبا بالرياضيين الأعزاء، ونتمنى هذا اللقاء يكون إن شاء الله شيق ويرجع بالنفع للجميع. كنشكروك السي صلاح على الحضور معنا، وكنذكر بانك دكتور في الصيدله، توي فارماسيان، وبالاضافه درتي دبلوم في التغذيه الرياضيه مع اللجنه الاولمبيه الدوليه. السي صلاح، انا عندي لك واحد السؤال واضح، اشنو العلاقه بين الانجاز ديال الرياضي والتغذيه؟ شكرا سي حسن، وشكرا على هذا الاهتمام بالمجال ديال التغذيه، ويعني بالدور ديالو الفعال في الانجاز الرياضي عند الرياضيين. اكيد سؤال مباشر كيتطلب جواب مباشر. الجواب المباشر هو كون التغذيه ديال الرياضيين هي واحد العامل ديال النمو وعامل ديال الانجاز اللي كيصاحب الرياضي منذ الانامل ديال الاظفار ديالو، يعني منذ الصغر ديالو الى حين يوصل يولي رياضي ديال الصفوة. وبطبيعه الحال اليوم بحكم يعني التقدم العلمي اللي ولا ولينا كنقدروا نعرفوا ان هذه التغذيه هذه كتعطينا، وغادي نشوفوا اليوم ان شاء الله في اللقاء ديال اليوم المباشر، كل ما يحتاجه الرياضي سواء كيف ما كان المستوى ديالو باش يوصل للاهداف. وكنعرفوا بان الاهداف يعني ساميه عند كل رياضي هو انه يوصل للصفوه، وبطبيعه الحال يوصل للانجاز الرياضي. دونك لهذا الا بغيت نجاوبك بطريقه مباشره فالجواب على هذا السؤال كون التغذيه عامل محدد كبير لكل ما هو يعني تطور ديال العضلات ديال الجسم، تطور ديال الجسم ديال الانسان، تطور ديال الاجهزه بجميعها، عندها علاقه حتى بالحاله الذهنيه ديال الرياضي. وغادي نشوفوا بان اليوم كلهم هادو عوامل اللي كياثروا بطريقه مباشره من اجل تحقيق الانجازات الرياضيه. سي صلاح، كاين واحد الكلمه كتقول بان الصحه ديال الواحد كتكون حتى في الاكل ديالو، وكنقولوا دابا بان الانجاز الرياضي يعني لا بيرفورمانس ديال واحد الرياضي كتكون كذلك في الاكل ديالو. اشنا هما يعني سر والاسرار اللي خصهم يعرفها كل رياضي وغير رياضي باش يكون عنده هاد القوه ويكون عنده هاد الانرجي وهاد الطاقه وهاد ويحسن الانجاز الرياضي ديالو؟ اشنا هما لي ريغ اللي خصهم يعرفهم الواحد؟ طيب، يعني بالنسبه لي ريغ، انا حنا اليوم ان شاء الله في اللقاء ديالنا غادي يعني ننتبهوا لمجموعه ديال الامور. اول شيء الا سمحتي لي سي حسن، لابد به شكون هما الرياضيين اللي كيهمهم هذا الامر ديال التغذيه، لان بعض الاحيان كيكون عندنا واحد النوع من الانطباع اننا كنتعاملوا غير مع الرياضيين ديال الصفوه او الرياضيين المحترفين، واللي كيخص يعرف الانسان ويعرف جميع الرياضيين ان اي رياضي رياضي ولو يكون غير رياضي ديال المتعه يعني ديال لو سبور ريكرياسيونيل، فغادي خصو يعرف بان كاين هناك مجال لتحسين السلوك الغذائي ديالو باش هذيك الرياضه اللي كان كيديرها حتى من اجل المتعه ولا من اجل الصحه الجيده يحاول يستفد منها. بمعنى ما نقدروش نتخيلوا ان الانسان اللي هو يقدم على انه يزاول الرياضه واحد نصف ساعه في اليوم طيله الاسبوع التغذيه ديالو ما غتكونش متناسقه مع الاهداف الساميه كما تكلمنا ديال الرياضه، وهو ان كنقولوا ان الجسم السليم في العقل ولا العقل السليم في الجسم السليم، على اساس ان الرياضي خاصو دائما يفهم بان عنده
مستوى ديال الرياضيين كيف ما كان، سواء كان هاوي او لا محترف او لا صفوه، خاصو يرد البال للتغذيه. هذا علاش كنقولوا شنو هو السبب اللي غيخلينا نتكلموا على التغذيه انها عندها علاقه مباشره، لان التغذيه كيف ما حطيت في هذا السلايد هذا، خاصنا نعرفوا اولا الا بغينا نديروا واحد الانجاز رياضي كيكونوا عندنا واحد المحددات ديال هذا الانجاز. كاينين محددات الانجاز اللي هي غير قابله للتغيير، سو سون دي بارامتر نون موديفيابل اللي ما كيمكنش نغيروه. كنتكلموا على الوراثه، لما كناخذوا مثلا كنقارنوا بين يوسين بولت مثلا الهيئه ديالو الكبيره الكتله العضليه اللي ولات عنده، غادي نقارنوه مثلا مع هايلي جبريسيلاسي مثلا في اثيوبيا، غادي ناخذوا هذا الاتليتيزم كمثال. ف الى قارنا بين هاد الزوج من هنا غادي نعرفوا بان هناك واحد المحدد الانجاز الرياضي ليوسين بولت في المسافات القصيره اللي ما يقدرش عليها جبريسيلاسي، او العكس صحيح كون الجينات ما سمعتكش لي حسن، شنو العلاقه بالتغذيه؟ انا جاي لان التغذيه على العكس ديال الوراثه والعكس ديال الحظ مثلا اللي هما محددات ديال الانجاز الرياضي اللي هي غير قابله للتغيير لان ما عندناش فيها تدخل، التغذيه كتدخل في جميع المحددات ديال الانجاز الرياضي اللي قابله للتغيير واللي هي محددات جسديه، بحيث ان لما غنقارنوا بين جوج ديال الرياضيين كيف ما كان نوعهم نقدروا نقارنوا بالقوه العضليه اللي عندهم، وغنعرفوا بان التغذيه عندها علاقه مباشره بالتكوين ديال الجسم، وغادي نشوفوه من بعد ان التركيبه ديال الجسم كتختلف من انسان الى اخر بناء على التغذيه ديالو. واحد الانسان اللي كياكل منظم، اللي كياكل البروتينات وكياكل السكريات وكياكل الدهنيات في واحد القياس، غادي تكون عنده القدره على يكون عنده جسد اللي غادي يقدر يستعمله في الرياضه باش يحقق به الانجاز. نفس الشيء كيقدروا يكونوا محددات تقنيه، وكنقولوا بان التقنيه تقدر تكون عند اي لاعب في داك اللاعبين كيف ما كان نوع الرياضه ديالو، الا ما كانش عنده الطاقه الكافيه في الجسم اللي غيجيبها من التغذيه باش يقدر ديك التقنيه يخدم بها ويوصل بها الانجاز ما غيقدرش. هيك يكون عنده تكتيك اللي كيعطيه له احسن ستاف تكنيك مثلا اللي متبع معاه مثلا الفريق، سواء كان مثلا رياضي اللي كيلعب لعب رياضه انفراديه او لا جماعيه. فبطبيعه الحال نفس الشيء اذا ما كانش عندنا واحد القدره على ضمان طاقه، وتكلمتي طالور على الطاقه الانرجي، فما غيمكنش يمشيو المسائل اللي هي ذهنيه. وكنشوف انكم كتعطيو واحد الاهتمام كبير لتوسكي كوتشين مونتال، وكنعرفوا بان الكوتشين مونتال هاد لو مونتال ويسكو سا سباس فين كيدوز، هادشي كيدوز في الجهاز العصبي وفي الدماغ ديالنا، وهذاك الدماغ اذا ما كانش يعني تغذى مزيان وصلوا له جميع المواد اللي كيسمحوا له باش يقوم بالوظيفه ديالو على اكمل وجه، غادي يكون عندنا يعني اشكال كبير باش نحقق الانجاز. اخر نقطه اللي ما نساوهاش في هذا السياق على العلاقات الاجتماعيه هي كان واحد الانسان اللي عنده تركيبه جسمانيه جيده وعنده تغذيه قاده مزيان وعنده كيقدر يعني يتابع التدريب ديالو كما يجب والمنافسات ديالو كما يجب، فاجتماعيا كيكون مقبول، كيكون ماشي يكونوش عنده مشاكل، كيكون كيحس بواحد المفخره. هنايا الا جينا نشوفوا التغذيه بطريقه قريبه وطريقه يعني سواء من بعيد او من قريب كيكون عندها تاثير كثير بزاف. الا مشينا في نفسه، الا سمحتي لي سي حسن، الا مشينا ثاني، الا مشينا يعني نتعمقوا في هذا السؤال، وانا متاكد ان واحد العديد ديال الرياضيين وغير الرياضيين اللي راهم كيتبعونا غيطرحوا السؤال زعما علاش كنتكلموا على التغذيه. خاصنا قبل كل شيء قبل ما نتكلموا على الرياضه نتكلموا ان التغذيه واليوم كنعرفوها ان بالاضافه لكونها محدد ديال النمو بحكم ان بسبب الماكله ديالنا باش هذاك البيبي اللي كيخلق اللي عنده 3 كيلو في العام كيولي فيه 9-3 كيلو، وفاش كيدير مثلا 30-40 سنه كتولي فيه 70-80 كيلو. خاصنا نعرفوا بان التغذيه هي الاصل في هذا النمو، ولكن اللي عندنا اساسي ايضا خاصنا نعرفوا ان التغذيه كتقدر تكون مصدر قلق ومصدر المشاكل ومصدر ديال مجموعه ديال الامراض. لهذا قبل ما نتكلموا على كاين اننا رياضيين نتكلموا كانسان اننا خاصنا بعدا ناكلوا من اجل ضمان صحه جيده، وهنا نفس السلايد وضعتها بالاسود على اساس ان اللي غيجينا من بعد هو اللي غادي يهمنا اكثر. مي غادي نشوفوا ان شاء الله في الاخر ديال العرض اننا غادي نرجعوا نتكلموا على النقطه ديال الصحه الجيده بالخصوص في هذا الوقت اللي حنا كنعيشوا واحد الخروج يعني من هذا الوباء اللي هو ديال لا بانديمي ديال كوفيد 19، واللي فهمنا بان غيخص ممكن تكون عندنا صحه اللي نقاوموا بها الميكروب الا كان عندنا تغذيه جيده.
دونك اللي غنحاولوا نتكلموا عليه اليوم بالخصوص هو لا نوسيون ديال كيفاش نحافظوا من خلال التغذيه على واحد التركيبه جسديه رياضيه لا كومبوزيسيون كوربوريل دو سبورتيف. بمعنى احنا كنعتبروا بان اي واحد اللي كيزاول الرياضه كيف ما قلنا سواء كيف ما كان المستويات هنا غنتكلموا سواء في المستوى الهاوي او المحترف او الرياضيين ديال الصفوه فاكيد اول حاجه اللي خاصو يتنبه ليها التركيبه الجسديه ديالو لان التركيبه اللي ما كتكونش كومباتيبل اللي كتتماشى مع الرياضه ما غاديش ما يمكنش نتخيلوا شي واحد اللي كيدير مثلا لا ناتاسيون غنتخيلوا ان عنده واحد يعني التكدس ديال الشحوم في البطن ديالو ما كيجينا انكومباتيبل ما تخيلش بحال هكذاك. علاش اصلا؟ لانه حتى لما غيكون كيزاول مثلا السباحه يعني اللي هي الرياضه المفضله ديالو واللي كيعطي فيها كتبقى واحد الانجاز غادي يكون كيتدرب بانتظام غيكون كيتغذى بطريقه منتظمه اللي غتسمح له باش تكون عنده تركيبه جسمانيه اللي كتماشى مع الاحتياجات ديالو. نفس الشيء لما غنتكلموا على الماراثونيا ولا غنتكلموا على البوكسور ولا غنتكلموا على الكاراتيكا ولا غنتكلموا على الجولفور ولا غنتكلموا على اي رياضه. سي صلاح سي صلاح احسي الا سمحتي باش ندير واحد الخلاصه كتقول بان التغذيه كتاثر على التكوين الجسمي ديال الرياضي كتاثر على حتى الذهن ديال الرياضي يعني لو مونطال ديالو كتاثر حتى على الطاقه اللي كيعطي في الرياضه ديالو. ودابا كتقول بان على حساب الرياضه اللي كيمارس كاينه تغذيه يعني اللي خاصها تكون ادابتي لهذيك الرياضه اللي كيدير طبيعه الحال لان هنايا النقطه اللي غنتكلموا عليها اليوم واللي هي اساسيه بالاضافه للتركيبه الجسمانيه بمعنى كيف ما كنتكلموا على الرياضيين الا خدينا لاعب ديال الركبي ما غاديش نقارنوه مع اللاعب ديال التنس مثلا فبطبيعه الحال التركيبه الجسديه ديال لو تنس مان غتكون مختلفه دونك كتستدعي منا واحد الحرص من واحد الناحيه مضبوطه على التغذيه ديالو باش يحافظ لان الجسم ديالو واللي مطالب هو به اثناء التمارين ولا اثناء المنافسه ماشي بحال اللي مطلوب به مثلا اللاعب ديال الركبي. دونك هنا خاصنا نفهموا اللي بغيت نقرا عليك اسمح لي واحد دقيقه نرحب بالاخوان اللي التحقوا بنا كنقول لهم مرحبا بكم في قناه اللجنه الاولمبيه المغربيه ولا كانوا عندكم اسئله ممكن تطرحوهم في الشات وغادي نحاولوا نجاوبوا عليهم. اذا رجع لك سي صلاح دابا باش ندوب بشكل عام وعاد باش غادي ندخلوا للتفاصيل اشنا هي مثلا احسن تغذيه اللي غادا تساهم في التكوين الجسمي ديال الرياضي واللي غادا كذلك تعطيه الطاقه الخاصه نيسيسير باش يدير الرياضه ديالو ويحس براسو مزيان وكذلك يدير ان بيرفورمانس اكزاكتومون. دونك حنا هنايا غادي نبغي توقف عند هذه النقطه ديال ان التغذيه الرياضيه ولا التغذيه للرياضيين واللي هذا هو المفتاح ديال الانجاز خاصها تضمن لنا واحد الطاقه كافيه يعني سور لو بلون انرجيتيك السعرات الحراريه اللي كيحتاج الجسم خاصنا نعطيوها له بور كوفرير لي بوزوان لتغطيه احتياجات التمارين يعني التدريب والمنافسات. كنعرفوا بان في اي رياضه من من من, من الرياضات كنقولوا دائما كنلعبوا نهار اللقاء ولا نهار المنافسه نهار الكومبيتيشن كيف ما كندربوا اون جو كومون سونترين اي دونك الا كان بغى الانسان اثناء التدريب الجسم ديالو يتجاوب مع داكشي اللي كيطلب منه المدرب ديالو فخصو يجي لهذاك اللقاء ولا لجاك لذاك التدريب يجيب معاه الطاقه الكافيه. وهنا غادي نتكلموا على واحد النقطه ديال الوفره الطاقيه يعني النسبه ديال الطاقه لا ديسپونيبيليتي انرجيتيك اللي خاصني نكون موجدها انا باش الجسم ديالي والدماغ ديالي يتجاوب مع كل ما هو مطالب به اثناء التدريب واثناء المنافسه. هذه الاولى بمعنى ان هاد لا ريزيرف انرجيتيك سي اون ديسپونيبيليتي انرجيتيك. هادي كيفاش كنحسبوها كيخصنا نضبطو وغادي نشوفو من بعد ان كل واحد فينا على حسب الجسم ديالو شنو صلاح انا بغيتك تجاوب على السؤال ديالي كيفاش هاد لا ريزيرف انرجيتيك نوجدها وكيفاش نعمل عليها. غادي نوجدها غادي نشوفو من بعد غادي نعطيو دي بوتيت فورمول كي نو بيرميت لي غيعطيونا يعني بعض المعادلات اللي غيخليو كل واحد على حسب الوزن ديالو يعرف شحال غيحتاج ديال الطاقه في النهار لان هذه المساله ديال الطاقه هي مهمه بزاف وبخصوص هنا لما غادي نكونوا كنتعاملوا مع الرياضيات ديالنا واللي كنفتخروا بهم بزاف جميع الرياضات واللي كيعانيوا غالبا بعض الاحيان من يعني ان مونك يعني واحد النقص كبير في الطاقه اللي بعض الاحيان كيؤدي للتاثير السلبي على الانجازات ديالهم.
وهذه نقطة مهمة بزاف باش نتكلموا عليها، وغادي نرجعوا لها من بعد إذا بغيتي الديتاي غادي نوصلوا له. كاينه نقطة أخرى اللي متعلقة بالطاقة، وهنايا راه جميع الرياضيين كيقوموا بها، هو أنه كيجي الإنسان للتدريب كيحط ديك الطاقة ديالو كلها كيخليها في التيران. ديك الطاقة كيخصو يسترجعها في أقرب وقت من بعد التدريب. علاش؟ باش يوجد الجسم ديالو للتدريب، سواء إلا كان في النهار غيدرب جوج مرات أو لا باش يوجد الجسم ديالو الغد ليه. وهنا خاص تكون عنده استراتيجية مضبوطة في استرجاع المنسوب الطاقي، بمعنى خاص يكونوا دي غفلكس اللي يتطوروا عند هاد اللاعبين هادو باش يولي الإنسان ما كيبخلش على الفريق ديالو ولا على المدرب ديالو أثناء التدريب، يعطي كل ما كاين في الجعبة ديالو ويكون ضامن أنه كيف كيكمل التدريب أو للمنافسة فكيبدا واحد استراتيجية ديال استرجاع. هاد العملية هادي كتدوز الطريق أول حاجة يعني 70% فيها عن طريق التغذية. آخر نقطة اللي متعلقة هنا بالطاقة، ويسيري اسمحتي باش نفهم مزيان، دابا كتقول لي بان الطاقه ولا التغذيه خاص تكون على حساب الرياضه اللي كيمارس، وكتقول لي دابا خاص حتى هذاك الرياضي الا كان كيمارس مثلا التنس الا كان كيتريني مره في النهار ولا جوج المرات في النهار ولا مره ثلاثه مرات في السيمانه التغذيه ديالو ماشي بحال، كتكون مختلفه. هادشي اللي خصني نفهم طبيعه الحال. حنا دابا هادو راه الا حنا كلنا دابا راه كنتكلموا بشكل عام، ملي غادي ندخلوا ان شاء الله نتكلموا على كيفاش ننظموا التغذيه ديالنا وكيفاش يولي عندنا برنامج بناء على التدريب، فاكيد خاص اللاعبين والرياضيين اللي كيستمعوا لنا اليوم يفهموا هذه المساله هذه، بمعنى ان التغذيه هي داك لو كاربيغون، هي هذيك الطاقه بحال اللي كتعملوها مثلا في السياره ديالكم باش كيمكن لكم تضربوا بها واحد المسافه واحده معينه حتى كيخوى لكم الريزيرفوار وكتدخلوا عاوتاني المحطه ديال البنزين كتعاود تعمروا باش كتكملوا. سي صلاح دابا اسمح لي ربما راني ماشي زربان، ولكن عطيتيني لونفي عطيتيني شوقتيني باش نعرف اشنو اللي خصنا مثلا نديرو في التغذيه ديالنا كرياضيين ولا غير باش نحافظوا على الصحه ديالنا. انا هادو دابا هادو هما اللي كنعطي في السلايد دابا خمسه النقاط اللي خاص الرياضيين اليوم ديالنا ملي يكملوا ان شاء الله يعني الحضور ديالهم معنا، ونتمنوا ان التفاعل ديالهم، لان الاساس عندنا اليوم هو يكون التفاعل، غيهمنا بزاف الراي ديالهم باش يعطيونا الاسئله باش ان شاء الله نكملوا، لان احنا درنا واحد العرض عام ولكن اللي عندنا فيه الاساسي هو تكون عندنا انتراكتيفيتي مع الرياضيين ديالنا باش نجاوبوا على الاسئله وباش نخرجوا كلنا مستفيدين. بمعنى كنقولوا كلنا، لا انا لا سي حسان لا اللجنه الوطنيه كلها لا الناس اللي راهم ساهرين على هذا العمل، على اساس اننا نخرجوا مستفيدين من واحد المساله، اننا نكونوا وصلنا المعلومه كما يجب باش ابتداء من غدا الرياضيين ديالنا يبداو يفكروا في التغذيه كاساس للانجاز الرياضي. دونك انا عطيتك هذه الخمسه النقط، الا كان فكر في الماكله خاصني نتغدى مزيان باش نضمن الصحه الجيده. النقطه الثانيه خاصني نحافظ على التركيبه الجسديه ديالي بناء على النوع ديال الرياضه ديالي. صراحة. هاد لي جينيراليتي مزيانين، ولكن ملي كتقول خاصني نتغدى مزيان اشنا هي نتغدى مزيان؟ واش انا غادي انا غادي نتكلم لك على التغذيه مزيان من بعد، غادي راه غادي تجي، غير انا غادي نمشيو نقطه بنقطه سي حسن الا سمحتي. تفضل. باش الاخوان يفهموا يعني لونشينمون دي زيدي ولا الافكار اللي حنا كنوضعوهم باش نمشيو. الا مشينا للنقطه الاولى ديال التركيبه الجسديه، الكل كيفكر دائما ان باش يحكم على الجسد ديالو واش عنده وزن جيد ولا لا كيربط بين الوزن ديالو مع الطول مع هذا المؤشر ديال الكتله الجسديه اللي هو لانديس دو ماس كوربوريل. طب كاين هادشي ولا ما كاينش؟ حسن الكل كيحلب على اساس ان واش عندي انا المؤشر ديال الكتله الجسديه اللي هو الوزن على الطول على الطول مربع، كنشوف واش بين 18 و 25 كيلو بار متر كاري كنكون مزيان، الا كان اقل من 18 كنكون في حاله نحافه هو اللي هنا مرموز ليه بالزرق، الا كان بين 18 و 25 كيكون خضر كنكون مزيان، الا كان بين 25 و 30 كنقولوا بان هناك زياده في الوزن، الا كان من بين 30 25 و 30 زياده في الوزن، من فوق 30 كنوليو في سمنه، ومن فوق 35 كنوليو في سمنه مفرطه. ولكن الكل كيعرف شكون هو تيدي غينار. تيدي غينار لو غران شامبيون لو غران جودوكا فرونسي اللي عنده مؤشر الكتلة الجسدية 33.7. دابا دخلت عليك والله سي حسن بيني وبينك، غادي نقدروا نقولوا على تيدي غينار انه الي اوبيز؟ لا، لان عنده بزاف لاماس ميسكولير. فوالا، دونك انت لو كاراتيكا كو توي تي كوني هادشي. اللي غنحكموا على تيدي غينار سي سون بالماريس. ملي غنشوف انا عنده 10 لي شامبيونات دي موند،
عنده شارك في ثلاثه لي جو اولمبيك. هاد لافيش هادي راه قديمه شي شويه, وكنشوفوا لو نومبر دو شامبيونا كي لا بي اوبتونير اي لي اي لي اي لي لي تيتغ مونديو. On se dit on est devant un mec solide. Et quand on dit solide, qui m'a dit que 139 en or massif. On ne peut pas dire que c'est un obèse à l'âge. Il y a une terquibe al-jismaniya dialo, terquibe al-riyadi, dialo, le judoka. Et donc, là, l'IMC, il devient caduc. Je ne dis pas que nous allons nous faire un peu de temps, ou nous allons nous faire un peu de temps. كان المؤشر الوحيد اللي غيبين ليا على التركيبه الجسديه ديالي. هذا علاش انا كنطلب من الرياضيين اليوم يفكروا في التركيبه الجسمانيه. هاد لاباري اللي كتشوفوا في هذه الصوره هي لا ديكسا. هاد لاباري عندنا في المغرب وعندنا في المركز ديال المعموره. دونك غالبا الرياضيين اللي كيديروا كره القدم واللي في المنتخبات الوطنيه كيستافدوا منه, لانه غالي بزاف, ولكن كاين الامكانيه ديال نعبروا التركيبه الجسديه بالاعتبار ديال لا بيو امبيدونس ميتري اللي هي ديسپونيبل اللي كنقدروا نجبروها عند عدد الاختصاصيين, أو لا بلي بانس لما كنعبروا لي بلي كوتاني باش كناخذوا فكره على التركيبه الجسديه. دونك لهذا انا فاش دوز هذا السلايد بغيت نمشي مع الرياضيين ديالنا دقه دقه حتى يفهموا باننا اون افير اوجوردي على كومبوزيسيون كوربوريل اللي كتهمني بالخصوص شحال فيها النسبه ديال العضلات وشحال النسبه ديال الشحمه ديال الدهون وشحال النسبه ديال الماء. هنا عطيتكم الفرق اللي تكلمنا عليه قبيله سي حسن بارابور للرياضيين. غنشوفوا لي ترياتلون لي ترياتلونيست, غنشوفوا عند الرجال مسموح ان يكون عندهم نسبه الشحوم بين 5 حتى 12%. عند النساء بحكم الجسم ديال المراه ماشي هي الجسم ديال الرجل كنكون مسموح لها ان تكون عندها بين 10 حتى 15. عند السباحين سويمرز يكون عندهم بين 6 حتى 12 وبين 10 حتى 16. فهذيك بين 6 حتى 12 راه كناخذوا فيها بعين الاعتبار حتى السباحين اللي كيديروا المسافات القصيره ولا الناس اللي كيكونوا سبيسياليست في المسافات الطويله, وكناخذوا فيها بعين الاعتبار حتى السن ديال السباح. غادي نشوفوا الناس اللي كيديروا الجري واللي كيديروا الماراثون غتشوفوا حتى هما بين 5 حتى 10. الا شفتي هاد الرياضيين كاملين غنشوفوا كنتحددوا بين 5 حتى 15 حتى 16% ديال نسبه الدهون اللي مسموح بها في الجسم. دونك لهذا انا نتمنى ان الرياضيين ديالنا اليوم كل واحد يطرح على نفسه السؤال شحال عندي ديال نسبه الدهون في الجسم باش يقدر يعرف واش. نعم هي جوج الاسئله. الا كان ممكن ترجع لهذاك السلايد اللي قبل. هاد الارقام منين خارجين؟ واش دراسه علميه؟ واش دي شي ريكومونداسيون؟ هادو سو سون لي ريكومونداسيون, يعني هادو هما التقديرات اللي كنطلبوا منهم, يعني اللي كنقبلوا ان الرياضيين يكونوا عندهم هاد الارقام هادو باش يكونوا شكون يعطاهم هاد الارقام سي صلاح؟ هادو اللجنة الأولمبية الدولية دايرة ان كونسنسوس جينيرال اللي متفقين عليه دوت لي فيديراسيون في لو مون, على اساس ان لا كوميسيون ميديكال كتعطينا هاد النقط هادو, ان عند الرياضي اللي هو محترف كيخص يكون عنده غالبا بين 5 حتى 14-15% ديال الدهون في الجسم. واخا ولكن سي صلاح هاد الارقام اللي عطيتي بالنسبه لواحد الرياضي محترف. نعم نعم. من بعد كيفاش الرياضيين عندنا ممكن يعبروا هاد لانديس دو ماس عندهم؟ دونك هنا كيخصهم يتوجهوا اليوم. دابا صحيح ان هذا المجال ديال التغذيه الرياضيه مازال ما مطورش بزاف في المغرب, ومن هذه يعني اشاره نقولها للرياضيين كاملين سواء اللي قربوا يساليوا لا كارير ديالهم او لا كيفكروا بوتيتغ في لا كارير ديال من بعد لو بروفيسيوناليزم. اللجنه الاولمبيه الدوليه والعدد ديال الجامعات كيقلبوا على الرياضيين اللي كيبغيو يديروا اون سورت دو كونفيرسيون انهم يطوروا المعلومات ديالهم يقدروا يوليو حتى هما. ومعنا نقدر نقول لكم مع الناس اللي تخرجوا معايا انا في 2017 واحد العادات ديال الرياضيين سواء اللي كانوا كيديروا الباسكتبول ولا اللي كانوا كيديروا الفولي ولا اللي كيديروا الاتليتيزم او التنس من العالم كامل, واليوم هما كيخدموا في المجال ديال الرياضه وكيساعدوا الرياضيين في هذا المجال. دونك هذه انا كنلوح جو لونس هكذا يعني ان ابيل باش نكونوا اونكور بلوس ديال لي سبيسياليست دو اون لا ماتيير. وسولتي فين غنلقاو هاد لي ماشين, فاكيد عند لي كابيني ميديكو, عند لي كابيني ديال لي نوتريسيونيست ديال لي ديتيسيان اليوم كلهم يسون ايكيبي. سي فري كو لو سي لو سي تا ماتيريال كي كوم ام بو اسي شير, ولكن كنظن في كل مدينه كبيره في المغرب دابا راه على الاقل غادي يكونوا عندنا اون ديزان ميم اون فانتين دو كابيني اللي غادي يقدروا فين الرياضيين يديروا هاد الفحص هذا. إذن سي صلاح على ما فهمت خاص الرياضي كيف ما كان المستوى ديالو اولا يعرف لا كومبوزيسيون كوربوريل ديالو, يعرف لا ماس غريسوز
خصو يعرف هذه المعلومات قبل ما يدخل على التكوين ديال التغذيه ديالو اللي غتكون مطابقه مع الجسم ديالو وتعطيه الطاقه. اكزاكتومون. دونك حنا دابا هذا هو المدخل الاساسي. يعني قبل ما غادي نفكر انا في الماكله اللي غنجيب الطاقه باش نحرك الجسم ديالي، خاصني نضمن بعدا تركيبه جسمانيه مثاليه. انا علاش درت لك هنايا تركيبه جسديه، اون كومبوزيسيون كوربوريل اوبتيمال بور لو سبور، خاصني نضمنها. وما فيها باس غادي نديروا بعض الملاحظات لواحد العدد ديال الرياضيين ديالنا اللي حنا كنتكلموا على النسب ديال الدهون في الجسم، ولكن اللي غيهمني انا بزاف هي نسبه العضلات، لان في الاخير العضلات هما اللي كيعطيوني، هما اللي كيطوروا اي رياضه من الرياضات. كيف ما كانت نوع الرياضه جو فو فير ابيل او موسك، لان لي موسك هما اللي غيخليوني نمشي بلو فور، هما اللي غيخليوني نمشي بلو لوان، هما اللي غيخليوني نمشي بلو هو. سواء كنت كندير يعني الرياضه جماعيه او الرياضه فرديه فالعضلات ديالي. دونك انا هذيك العبار اللي كنعبر به دابا النسبه ديال الدهون كنعبر بها ايضا النسبه ديال العضلات. وللاسف كنلاحظوا ان معظم الرياضيين ديالنا ما كيعتنيوش بهذا الكوتي هذا المسكولير، فهمتي؟ بوتيت هي ثقافه عندنا من صغر، بوتيت كون التغذيه ديالنا ما كتناسب شيء مع الاحتياجات اللي ولات عندنا اليوم. ودائما فاش كنقارنوا بين الرياضيين المغاربه في جميع المجالات مع الرياضيين على برا، كنلقاو الرياضيين شوفي اللي مكونين في الخارج كنلقاوهم كيبان لك لا كوربولونس ديالو مختلفه، وبالخصوص الا دزنا العبار اللي مضبوط كنلقاو النسبه ديال العضلات كتكون عندهم اكبر. لهذا انا كنطالب الرياضيين باش يمشيو في هذا المجال. هذا علاش الا سمحتي سي حسن في هذا السلايد كنطالب باش الرياضيين يعني لا يجب الاعتماد على مؤشر الكتله الجسديه وحده باش نحكموا على الانسان واش التغذيه ديالو مزيانه. لا، خاصني تكون عندي مؤشر كتله جسديه مقبول، بمعنى يكون عندي بين 25 بين 20 18 نقولوا حتى 30 نقدروا يكون عندي، ميم دي فوا يكون عندي ان بو لو سوربوا على حسب الاي ام سي، ولكن اللي غادي يهمني هو تكون عندي كتله عضليه متميزه ونخدم على التقويه ديالها باش نضمن الاداء الرياضي المميز او لا بيرفورمانس. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه في المجال ديال التركيبه الجسديه خاصني نحاول قدر المستطاع نقص من الكتله الدهنيه، لان هذيك الكتله الدهنيه سي اون ماس باسيف، سي اون ماس كي هي بورتي بحال الا كتريني وهز معك واحد الثقل سوبليمونتير. دونك لما غادي صراحه هادشي اسمح لي رحنا عارفين كل شيء، وشي واحد اللي كتكون عنده البوا زايد كيدير ما هو باش يحيدو. قول لي كيف ديروا باش نحيدوا هاد لو سيربوا اللي كدوي عليه؟ انا جاي بار لاليمونطاسيون باغ اكزومبل. انا جاي غادي نتكلموا عليها. انا ما غنساش راني كنسجل الاسئله اللي طرحتي كاملين، هما راه غادي يجيو داك السي حسن، وباقي بزاف الاسئله ديال الاخوات والاخوان اللي كيشاركوا معنا. انا معاهم اليوم ان شاء الله حتى نساليو اخر من اول سؤال حتى اخر سؤال. كاينه نقطه مهمه انا ما نساوهاش في التركيبه الجسمانيه وما خاصناش نهملوها، هو الكميه ولا الاحتياجات اللازمه من الماء. وكنساو هذه المساله وللاسف وغادي نربطها بهذا السؤال اللي طرحتي، ان في الاطار ديال الرياضات بالخصوص لي سبور دو كومبا اللي كيكون مفروض على اللاعب باش ينقص الوزن ديالو باش يدخل في لا كاتيجوري ديالو، كيحاول يمشي بدا ينقص في يعني في الوزن باي طريقه ممكنه، ومن بين هذه الطرق هادو هو الانقاص من الماء في الجسم. وكيقوموا بطرق كبيره اللي كتنقص لهم الوزن، نعم، ولكن راه كتنقص منه بخصوص الكميه ديال الماء، وهذا عنده تاثير سلبي على لا بيرفورمانس. اشنا هو هذا التاثير السلبي؟ السلبي لما كتنقص الكميه ديال الماء في الجسم اكثر من 2% جميع الوظائف ديال الجسم كيبداو فيها اضطرابات، وما حدنا كنزيدوا 3% 4% 5% ديال النقصان. ملي كنقولوا 2% الا خدينا مثلا الانسان اللي عنده 70 كيلو، فإلا نقص كيلو ونص حتى لجوج الكيلو يعني في التدريب او لا في المنافسه او لا بشي طريقه نقصها بسرعه وحيدها من الماء، فراه غيعرف غادي يولي عنده تاثير سلبي على لا بيرفورمانس مسكولير، على العضله، على التقلص ديال العضلات، على الدهن ديالو، على التفكير ديالو. ومن بعد راه غادي نجيب لكم واحد، غادي نجيب واحد الطابلو اللي عطيت فيه بالضبط كل 1% كيتنقص من الماء في الجسم والتاثير السلبي ديالو على الذات. دونك لهذا باش نساليو هاد النقطه ديال التركيبه الجسديه، لان غادي ندوزو للمسائل الاخرى اللي سولتيني عليها، ان خاصني نضمن قوه عضليه مقبوله متميزه، شحال ما كانوا عندي العضلات شحال ما مزيان لان كترمز للقوه، وشحال ما نقصت من الغلظ
في اطار ما نفوتش 5% لان جسمي محتاج شويه ديال الدهون وني في حدود ديال 5% ماشي اقل من 5% مزيان وخاصني نتناداه باش ما ننقص الوزن على حسب لا يعني الماء اللي في الجسم. دونك انا درت لكم هاد لا فوتو غير باش الناس يفهموا بان ما حدني كننقص من الوزن ديالي وكننقص من الشحمه ديالي فراه غادي نمشي لا بيرفورمانس. وجبت لكم هاد الصوره هذه باش تشوفوا ليفولوسيون ديال لا ماس مسكولير ديال يوسين بول. ولا شفتوا البالماريس ديالو شوفوا في اقصى اليسار ديالكم كتشوفوه فاش كان صغير. شوف التركيبه الجسمانيه غتقول لي كان صغير في السن نعم، ولكن شوفوا التطور العجيب اللي ولا عنده ديال القوه العضليه. وبطبيعه الحال لا لو ريزولتا نو سي في با اتون، يعني دوبل ريكوردمان دي مون اي سي تان مسيو اللي كنقولوا حنا سي تان اكسترا تيريس فاش شفناه فاش بدا كيدير لا بيرفورمانس ديالو ابتداء من بيكان. اي دونك هنا هذا غير هذه الصوره هذه كنظن غتكون احسن يعني جواب لجميع الناس اللي ما كيربطوش بين التركيبه الجسديه والاداء الجسماني. هنا الحكايه اللي تكلمنا فيها على النقطه ديال الماء ها هو اللي تكلمت لكم عليه، اللي خصنا نعرفوا بان الماء واحد الماده اللي هي الا نقصتنا في الجسم جميع الوظائف ديال الذات كتاثر بها. دونك الا نقصنا 2% من الوزن ديالنا من الماء اول حاجه اللي كتاثر هي القدره ديالنا على الحفاظ على درجه الحراره. الا مشينا بنت 2-4% توسكي اونديورونس ياك يعني القدره على التحمل كتنقص. الا مشينا بين 4-6% القوه العضليه اللي كتنقص وكتنقص معها لونديورونس وكيتنقص معها ايضا كيبانوا معها المشاكل ديال التشنجات او لا لي كرومب اللي كيقدروا داك يبانوا عندنا. الا فتنا 6% ديال الوزن ديالنا بمعنى الانسان اللي كيوزن 70 كيلو نقص حتى ل 4 كيلو في واحد الوقت الوجيز واللي كتمشي على حسب الماء فغادي تولي عنده ارتفاعات ديال درجه الحراره، غادي يجي الدوخه، غادي يجي القيء، غادي يجي بعض الاحيان الله يحفظ الكوما. ولا فات 8% راه درت لكم تما لو سينيال روج كيولي الحياه ديالو اللي كتولي في خطر. دونك صراحه انا كنعرف بزاف ديال الابطال وبزاف ديال الرياضيين في الرياضات سيرتو الرياضات اللي كيديروا فيها الوزن بحال التايكوندو، لا بوكس، الملاكمه، الكاراتي، كيديروا يعني بعض المرات دي ريجيم تري ستريكت 4 أيام 5 أيام قبل واحد تورنوا انترناسيونال باش يضيع فيها 4 كيلو 5 كيلو وما كيشرب ما كياكل. اذا هنايا كي يعني سيكسبوز بزاف ديال لي دونجي سي سي جي اكزاكتومون اي سيكسبوز بزاف ديال دونجي لان واخا يحضر داك يقدر غير ذهنيا. الا حنا غادي نشوفوا هنا فاش وريت لكم ها نتوما كاين اول حاجه اللي كتاثر المونطال، ثاني حاجه الفيزيك، الكلى، الجلد ديال الانسان، جميع الوظائف ديال الذات ملي كتخص الماء ها هو كاع يحضر نهار اللقاء. الا ما حضرش المونطال ديالو في الكومبا مين غادي يجيب لا كونسونطراسيون ديالو الا الجسم ديالو ناقص الماء؟ هذا الشيء فهمناه. دابا أيه. انا غادي نشارك مثلا في بطولات العالم ديال الملاكمه وعندي 4 كيلو خصني نحيدها وباقي لي مثلا اسبوع، اشنو ندير؟ الو السؤال اللي غادي خصني نطرح، كيف يعقل ان 7 أيام قبل ما ندير داك المسابقه عندي 4 كيلو زايده؟ لان هذه النقطه ديال التدبير ديال الوزن في الملاكمه او لا في الكاراتيه او لا في التايكوندو هادو كيخصنا التدبير اللي يكون على المدى القريب وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. ملي كتكون عندي واحد المنافسه فراه كنوجد ليها بالتدريج. هذوك 4 كيلو خطر انني نزولهم في اسبوع، خاصني نزولهم على واحد المده طويله يعني على الاقل 3 أسابيع اللي كنوجد فيها الذات ديالي. الى جاب الله بقى لي اسبوع وباقي عندي شويه الوزن زايد عندنا الطرق، ما كنحرموش الجسم ديالنا من الطاقه، كنعرفوا منين نجيبوا له الطاقه. كنديروا مثلا ان بروغرام داليمونطاسيون سون ريزيدو كيولي الانسان ما كياخذش الالياف باش يحاول ينقص قدر الامكان كاع المخلفات ديال الاكل في البطن ديالو. النسبه ديال الماء كنحافظوا له على واحد النسبه ديال الماء اللي غادي يكون كيشرب بانتظام. كيفاش نحافظ على النسبه ديال الماء اللي هي مهمه للذات ديالي؟ النسبه ديال الماء غادي نشوفوا دابا من بعد ان كل واحد فينا على حسب الجسم ديالو. ولا رديتوا البال هذا السلايد الاخر اللي عندي فيه راه خدينا فيه بدرجه الحراره، الوقت اللي كنكون كنزاول فواحد الحراره ديال 5 درجات النقصان ديال لا بيرفورمانس ما كيكونش بحال الوقت اللي كنكون كنزاول في 30 درجه ولا في 20 درجه. دونك حنايا اللي راه حنا في المغرب واللي كنعرفوا درجه الحراره وبسبب هذا الكونفينمون اللي تعطلنا واحد المده طويله واحد العدد ديال الرياضيين غادي يرجعوا ان شاء الله دابا للمزاوله وغادي يرجعوا للتدريب،
هذه هي النقطة الأساسية اللي خاصهم يتنبولها قبل ما يفكروا في التغذية ديالهم، يفكروا في شرب الماء بما يكفي. الماء اللي كنحتاجه كيمكن الإنسان كل واحد على حسب الرياضة دياله يعبر شحال ديال الماء كيضيع في التدريب، وهذه مسألة بسيطة يقدر يديرها. أنه صلاح كيفاش نعرف ديال الماء كنضيع؟ أنا غنشرح لك. غادي ندخل قبل ما ندخل للتدريب كنعبر الوزن ديالي، غير الوزن هنا ما غنعبروش. إذا كان عندي الإمكانية يكون عندي أنا امبيدونس ميتر ونعبر كل شيء مزيان، إذا ما قدرش نعبر غير الوزن ديالي قبل التدريب طفقين، نحاول نعبر يعني بملابس خفيفة اللي ما يكونش عندها تأثير على الوزن ديالي، وكنمشي ندير التدريب ديالي وكنعبر شحال ديال المشروبات اللي كنشرب، وملي كنرجع من بعد التدريب كنشف الجسم ديالي من العرق وكنعاود نعبر. الا جاب الله مشى الانسان للتواليت بوغ بيسي او لا باش حاجتكم يتبول ولا شي حاجه، خاصو يعبر دوك الكميه ديال 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 البول اللي كي داك اللي كيخرج من الجسم ديالو، باش ديك الساعه كنعبروا الوزن ديالنا اللي كان عندنا في الاول، كنضيفوا عليه الماء اللي كنكونوا شربنا ولا مشروب الا كان عندي مشروب ديال الطاقه اللي كناخذو اثناء التدريب، وكنزول منه الماء اللي شفتو ضاع مني. بحال دابا الا مشيت حاجهكم لبيت الماء ولا اولا داك تبول، الفرق ما خاصوش يفوت ليا 2% من الوزن ديالي. الفرق الا كانت عندي 70 كيلو ما خاصش يكون الفرق فايت كيلو و400 باش نقدر نبقى، كنقدروا نسمحوا حتى 3%، ولكن انا عطيتكم من كيلو 400 حتى 2 الكيلو بالنسبه للانسان اللي عنده 70 كيلو باش لا بيرفورمانس ديالو ما يكونش عليها واحد لامباكت، ما يكونش عليها اشكال. متفقين؟ الان سولتيني على السؤال مهم، شحال غادي ناخذ ديال الماء؟ اللي غادي خصني نعرف اولا شحال ديال الطاقه كنحرق في النهار. دونك كل سعره حراريه بمليليتر من الماء، كل سعره حراريه بمليليتر من الماء. يعني الا كنت كنحرق 2500 سعره حراريه في النهار اللي هي عباره على الطاقه الميتابوليزم دو باز ديال الجسم ديالي كيحتاج بالاضافه للطاقه اللي كنضيع في الرياضه، فراه غيخصني ناخذ لترين ونصف ديال الماء طول النهار. وانا وضعت لكم هنا واحد الصوره بسيطه اللي فيها مشروبات ملونه باش عافاكم نتاكدوا ثاني. علميا ثبت ان الاقبال على الماء لما كيكون واحد الماء ملون والشكل ديالو مغير غير في اللون، فكيكون عليه واحد الاقبال اكبر من الماء العادي. واش هذا فيه يعني تشجيع على استهلاك المواد الملونه؟ لا، يمكن لينا غنشوفوا من بعد يكون عندنا مشروب طاقي اللي يمكن نستعملوه. الا كنت كنشرب الماء بطريقه عاديه اثناء التدريب واثناء المنافسه وكنوصل لهذا القياس ديال الماء اللي الجسم ديالي كيحتاج، ما غنحتاج حتى شي حاجه، غير هو تكون عندي استراتيجيه يعني مضمونه اللي كتضمن ليا انني نشرب ما يكفي من الماء باش نرجع على الاقل الماء، وكنرجع معاه ايضا الاملاح المعدنيه اللي الجسم ديالي كيحتاجها. سي صلاح كاين واحد السؤال ولكن غادي نطرحه بطريقتي، هاد لي بواسون انرجيتيك اللي دويتي عليهم واش ما فيهمش بزاف ديال السكريات؟ اسكو ني سون با بوغي دو سكر؟ إذا كانوا مشروب رياضي، كنتكلم على مشروب رياضي، فأقصى ما غيكون فيه غيكون 6% ديال السكريات. وهنا غادي نشوفوا بأن من بعد دابا ملي غنتكلموا على المنسوب ديال الطاقة الكافية لتغذية احتياجات التدريب والمنافسات، الجسم ديالنا كيحتاج طاقة، وهذه الطاقة بالخصوص غادي نجيبها من التغذية ما فيهاش نقاش، لأن غيخصني ناخذ بعين الاعتبار أن الجسم ديالي أو العضلات ديالي بحال واحد الخزان ديال البنزين، أو بحال واحد لا باتري ديال التليفون ديالكم. يعني الا كتبان لكم لا باتري غادي تسالى، كتنوضوا تجريو وتقلبوا فين تبرونشيو باش جوستمون بوغ سو ريشارجي. الا بانت لك البوله غتشعل في الطوموبيل ولا في الموتور ديالك، الا راه كتصوبو كتقلب على محطه البنزين اقربها توصل ليها. فنفس الشيء اللي غيخصنا ناخذو بعين الاعتبار لما كنمشي للجسم ديالي والطاقه ديالي. الا كانت الطاقه ديالي مضبوطه وكنبرمج مواعيد الاكل ديالي على حسب البرنامج ديال التدريب باش نحتارم ديك المده ديال الراحه الهضميه بين الوجبات والتدريب، وكنضمن ديك الوفره الطاقيه اللي هضرنا عليها توتالوغ، قلنا خاص تكون عندي اون ديسپونيبيليتي انرجيتيك، فاكيد انني كندوز الحصه ديالي التدريبيه او للمنافسه ديالي في احسن الظروف. وهنا المشروب الطاقي عنده مكانته لما كيكون الجسم ديالي كيحتاج طاقه كبيره اثناء التدريب، سورتو فاش كنكونوا في هذه الفترات هادو اللي هما ديال لا بريباراسيون فونسيير، بالخصوص فاش كنكون بريباريو البرنامج ديالنا السنوي في جميع الرياضات. انما وي اسكي سون بوغي اي سون با بوغي، باش ما نستعملوش هذا لو تيرم، فيهم 6% ديال السكريات، وغادي نشوفوا ان يعني اللي هو اساسي عندي
في الطاقه وهو السكر. غادي نشوفوا بان غير خصنا نجيبوا السكريات من 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 الدم ديالنا. سي اون كيسيون دو كالكول. الا قلنا بان الطاقه ديال الجسم ديال الانسان اللي كيحتاج واحد الرياضي اللي كيزاول يعني في محترف بمعنى عنده تدريب مضبوطه يوميا سواء كانت حصه تدريبيه او حصتين تدريبيتين فغادي يحتاج بين 40 حتى 50 سعره حراريه لكل كيلوغرام في النهار. بمعنى الا كان عنده 70 كيلو غيحتاج بين 2800 حتى 3500 سعره حراريه في النهار. هنا اللي كيخصنا درت لكم الصوره على اليسار خاصني نكون في هاد لي نورم بين 2800 و 3500. الا جاب الله كنت محافظ على هاد 2800 حتى 3500 على حسب الجسم ديالي فغيكون عندي اون بالونس انرجيتيك يعني كيفوا زيرو صافي دير الوزن ديالي ما غيتزاد ما غيتنقص غنحافظ على الوزن ديالي من بعد التدريب وغادي يكون في صحه جيده. الا جاب الله طاقة اللي دخلت الجسم ديالي كتفوق هذيك 3500 ولا غتكون فوقها غير بواحد 300 سعره حراريه اللي هي كيف والو اللي هي جوج معالق ديال الزيت كبار نزيدهم في التغذيه ديالي على داكشي اللي موالف كناكلو فغادي نعطي واحد الوفره طاقيه زايده اكثر من القياس اللي غتادي بيا لاش الزياده في الوزن بخصوص الا كان هذا الشيء كيتكرر. والعكس صحيح الا كانت الطاقه اللي كناكل اقل بكثير من ديك 2800 سعره حراريه اللي الجسم ديالي كيحتاجها كحد ادنى فاكيد ان الوزن ديالي غادي يبدا ينقص. التقسيم اللي خاصو يكون ديال الطاقه خاصنا نعرفوا اننا حنا عندنا ثلاثه المصادر الاساسيه ديال الطاقه وهما الكربوهيدرات اللي هما السكريات بما في ذلك هذوك لي بواسون انرجيتيك. ما غنسميهمش انا لي بواسون انرجيتيك غادي نتكلموا على لي بواسون ديفور بور نو با كونفوندر افيك لي بواسون انرجيتيك اللي فيهم الكافيين وفيهم هذوما كنتكلم على لي بواسون ديفور. راه ما كاينينش في المغرب بطريقه رسميه كيجيو من الشمال طريقه يعني اللي ماشي ممكن كيدخلوهم من عبر الحدود لي بواسون ديفور كيكون فيهم السكريات كنحتاجوهم. من ناحيه اخرى كنحتاجو هذا سي 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 كلاسيك 55% ديال الطاقه نجيبها من السكريات 20% نجيبها من البروتينات و25% كنجيبها من الدهنيات. واش هذا التقسيم قران منزل؟ لا هذا ماشي قران منزل. هذا التقسيم هو عام بمعنى غنعرف بان اكثر من النصف ديال الطاقه ديالي نقدر نجيبها من السكريات وغادي نشوف واش من نوع السكريات 20% خاصني نجيبها من البروتينات 25% نجيبها من الدهنيات. هذا باش كنشتغل انا في هذا المجال ديال الرياضه. بعض الاحيان كنقدروا نديروا دي مانيبيولاسيون ديفيرون الوقت اللي كنكون كنوجد واحد لا مانيفيستاسيون اللي غادي نحتاج فيها الطاقه كثيره كنديروا لا شارج غلوسيديك كنقدروا نطلعوا حتى ل 60% ديال الكربوهيدرات وكنزيدوا 30% ديال البروتينات وكننقصوا الدهنيات شويه باش ما تكونش عندنا الوفره ديال الدهون في الجسم. والعكس صحيح الوقت اللي كنكونوا في لا ريكوبيراسيون كنعطيو قيمه كبيره ثاني للبروتينات كننقصوا عاوتاني الدهنيات وكنقدروا نضيفوا بعض الكربوهيدرات. هنا باش نفسر لكم ان كيكونوا بزاف لي مانيبيولاسيون بالخصوص فاش كنكونوا دزنا لو سبور ديليت اللي كيولي فريمون لا بيرفورمانس ال ريبون دي بيتي ديتاي. وهاد لي ديتاي راه كيبانوا بسيط ولكن يفون اون غروند ديفيرونس. سافو دير الا غيرت او جي مانيبيولي هاد التقسيم هذا ديال السكريات ولات عندي من المعرفه او لا خديت ما خديت معايا اختصاصي في المجال ديال التغذيه الرياضيه فهذا اكيد غيكون عنده تاثير جد 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 ايجابي على 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 لا بيرفورمانس. سي صلاح بعيد بغيت نرجع لواحد السؤال ديال سي شهيب منير اللي كيقول لك او بوتون كلاسي ليكسيدون انرجيتيك اي دايور واش كاين ليكسيدون انرجيتيك؟ بيان سور ليكسيدون انرجيتيك الا سمحتوا لي غادي نرجع لهاد الصوره هذه اللي حطيت هذه ليكسيدون انرجيتيك اي ستوكابل سو فورم دو غريس. اللي خاصنا نفهمو الا كان عندنا ليكسيدون انرجيتيك غادي نجيبوه من لي تخوا سورس يعني من المصادر الاساسيه اللي هي كربوهيدرات بروتينات ودهنيات. الا جاب الله كانت عندي كان عندي لا يعني السكريات اللي هي اكثر من القياس السكريات الا كانت كثيره الجسم ديالي غيخزنها على بعض شكل السكريات ولاني غير واحد 300 غرام حتى 450 غرام الا كانت عندي كتله عضليه مزيانه ولاني اودلا هاد لي 300 غرام ديال لي غلوسيد اللي كنقدر نستوكيهم في فورم دو غليكوجين الا كانت عندي تغذيه غنيه بزاف بالكربوهيدرات فهذوك الكربوهيدرات كيتحولوا لدهون وكيتخزنوا على شكل دهون. نفس الشيء بالنسبه لليكسيدون انرجيتيك كي بروفيان من الدهنيات من لو غرا حتى هو الا كان زايد على المنطقي كيتحول لدهون وكيتخبع على شكل دهون. البروتينات نفس الشيء بحكم ان فيهم الطاقه الا دخلوا في واحد النظام غذائي اللي هو جد غني واللي فيه واحد الوفره كبيره بزاف فاكيد ان كاع ليكسيدون لا فورم ستوكابل
سي سو فورم دو غريس. هذا علاش الى رجعنا كنقولوا هذا سي ان ديتيرمينون واحد المحدد ديك التركيبه الجسمانيه نقدروا غير من خلالها نحكموا على سكون نابيل لو ستاتيو نوتريسيونيل دو لاتليت. الى شفت انا ان النسبه ديال الدهون في الجسم فايته 20% فكنعرفوا ان هذا اللاعب ولا هذا لاتليت اكيد ان التغذيه ديالو ما منظماش, وملي ما كتكونش التغذيه ديالو منظمه فاكيد ان غيكون عنده تكدس ديال الدهون في الجسم. الى شفنا هنايا دابا كي غادي نديروا نقسموا الطاقه ديالنا منين غادي نجيبوها هنا عاوتاني كنعطيكم دي فورمول هادو تاني كنقدروا نضبطوهم عند البعض وكنقدروا نغيروهم عند البعض الاخر كلها على حسب الاحتياج ديالو. اللي خاصكم تعرفوا ان التغذيه الرياضيه بالخصوص لما كندوزوا لمرحله الاحتراف وكندوزوا للمرحله ديال الصفوه كنوليو نتكلموا على لا نوتريسيون بيرسوناليزي كنتكلموا على لا نوتريسيون انديفيديوال صافي دير ما كنقولوش كما كنقولوا بالانجلي وان سايز فيتس اول يعني كناخذ واحد القياس كنعطيه للجميع نو ماشي لحقاش انا صديقي كيزاول معايا غادي نعطي له نفس البرنامج اللي كندير لا كيخص البرنامج يتحدد على حسب بعدا ديجا التركيبه الجسمانيه ديالي على حسب الاهداف ديالي وعلى حسب اشنو بغيت نوصل. هذا علاش انا المعطيات ويسيدي هاد القضيه اللي كتقول مهمه بزاف. اذا نعم. الرياضي بغيت نشوف اشنو هي التغذيه اللي تناسبني وتناسب الرياضه ديالي والجسم ديالي اشنو خصني ندير, خصني نمشي نشوف واحد مختص في علم التغذيه بطبيعه الحال. ولكن الى خدينا الواقع المغربي راه كاين بعض الرياضيين اللي ما عندهمش هاد الامكانيات ديال يمشي يشوف واحد اختصاصي في التغذيه باش يعطيه هاد البرنامج. هذا راه كطرح اخويا حسن على واحد الاشكال اللي هو كبير وكبير بزاف ياك. هنا انا باش نفسر لك كيقدر الانسان يلجأ للطبيب بشكل عام باش ياخذ فكره عامه, ولكن الى بغينا ندخلوا في هاد المعطيات هادو فاكيد ان خاصها تكون واحد النوع من المقاربه باش الجامعات ديالنا الرياضيه في المغرب الجامعات الملكيه انهم يبداو يعطيو اهميه لهذا المجال ديال التغذيه ويعتبروه محدد ديال الانجازات. واخا سي صالح اسمح لي بزاف الجامعات اللي عندهم اختصاصيين في التغذيه اللجنه الاولمبيه اقترحت بزاف ديال الجامعات يعني خبراء في علم التغذيه باش يساعدوا الابطال ديالهم, ولكن كاين رياضي عادي اللي مثلا ماشي بطل عالمي ما داخلش في واحد المقرر ديال الابطال يعني كيمارس الرياضه ثلاثه المرات في الاسبوع حتى هو من حقه باش يكون عنده واحد البرنامج ديال التغذيه الا ما كانوش الامكانيات باش يصعد حتى هو في المستوى ديالو. انا واش ممكن نلقاو معلومات مثلا عبر الانترنت واش ممكن اخرى انما في الانترنت دا كنقولوا سي غابه الامازون بمعنى كنلقاو فيها ان بو دو تو كيخصنا نضبطوا نتاكدوا بالضبط شنو هو المصدر. كنتكلموا على المصدر اللي هو موثوق وهو يعني اعلى هيئه اللي عندنا ديال الرياضه هي اللجنه الاولمبيه الدوليه. ولما كتكون اللجنه الاولمبيه الدوليه كاين واحد العدد ديال لي كونفرنس اللي كيداروا كل عام وكيخرج ان ستاتيو ولا ان رابور ان كومونيكي فيه ان كونسنسوس جينيرال اللي كان كيخرج بالعربيه بالفرنسيه بالانجليزيه واللي فيه توت لي ريكومونداسيون اللي كنعطيو للرياضيين بشكلهم العام وكاع هاد المعطيات اللي كنعطيوكم راه كنلقاوهم في هذوك لي كونسنسوس كون بوغي توجور ان شاء الله من بار لا سويت لي بوبليي et les mettre à disposition واخا هما ils sont disponibles sur internet. على اساس ان الرياضي اليوم الى بغى يطور المعرفه ديالو فهذه فرصه انه يمشي في هذا المجال ويبحث غير انما يبحث على المصادر الاساسيه بمعنى ما يبقاش يتبع بعض المعتقدات او لا بعض الاراء ديال بعض الخبراء اللي ما عندهمش صفه في هذا المجال ديال الرياضه. وللاسف كنلقاو بعض الخبراء بين قوسين اللي كيهربوا من هذا المجال او لا ما كيامنوش به نهائيا الوغ كو حنا كنتكلموا على هادو معطيات اللي هما كيخرجوا لنا من مجموعه ديال الدراسات علميه اللي دارت في يعني في معاهد وفي جامعات دوليه. وهما دابا انت تحتي الدينا كيفاش ندير واحد البرنامج ديال التغذيه دابا بلا ما نقلب انت معانا كيفاش ممكن ندير واحد البرنامج ديال التغذيه؟ الله يجازيك. اول حاجه باش ندير برنامج ديال التغذيه خاصني نمشي نشوف لو ستاتيو نوتريسيونيل ديال لاتليت هو الاول, خاصني نعرف لو بوين دو ديبار بحال كندير اون سورت دانفونتير كنمشي نعبر كنشوف الوزن ديالو الطول ديالو كناخذ ليستوريك ميديكال ديالو واش عانى من شي اصابات واش كانوا عندي شي مشاكل كنعبر له التركيبه الجسمانيه ديالو باش نعرف شحال ديال العضلات عنده شحال ديال الشحمه في الجسم ديالو شحال عنده ديال الماء في الجسم ديالو. خاصني نطالع على البرنامج ديال التدريب الاسبوعي ديالو ولو يكون هاوي رياضي هاوي يعطينا البرنامج ديالو ديال الاسبوع ومن خلال هذا الشيء هذا كنحددوا الاحتياجات ديالو في الحالات العاديه اللي ما كيكونوش فيها التدريب وفي الحالات ديال النهار اللي كتكون عندنا التدريب.
وبناء على هذا البرنامج اللي كان وضعه كنحطوا ارقام اللي كنقولوا فوالا هذا الشخص كيحتاج مثلا 2500 سعره حراريه، وكنحولوا من ديك 2500 سعره حراريه كناخذوا على حسب الوزن ديالو كنشوفوا شحال غيحتاج ديال الكربوهيدرات، شحال غيحتاج ديال البروتينات، شحال غيحتاج ديال الدهنيات. المرحله الثالثه هو كيفاش نحولوا هاد الارقام نحولوهم للاكل. تما كنمشيو نشوفوا الكربوهيدرات غادي نجيبوهم مثلا من الفواكه، غادي نجيبوهم من الحبوب ولا سغيال والنشويات اللي كيعطيونا سكريات ذات جوده عاليه. البروتينات غادي نجيبوهم من اللحم، من الدجاج، من الحوت، من البيض، من الحليب، من العدس، من الحمص، من اللوبيا، الفول. الدهنيات غادي نجيبوهم من الزيت، من الزبده، نقدروا نجيبوهم من الجبن. يعني اسمح لي قاطعتك، اسمح لي لانك تركت تبارك الله باسيوني، يعني كتبغي بزاف هذا الشيء اللي كدير ملي كتطلع بحال تقريبا البراق. انا غير وقفني مرحبا. واش ممكن تعطينا شي شيما اللي تورينا مثلا غير مثال، واحد الشيما اللي تورينا مثال شحال ديال لي زيدرو كاربوكسينا، شحال ديال لي بروتيين، شحال ديال لي؟ انا عطيتك مثال دابا هنايا، ها هو عطيتكم هذا المثال اللي كيبان قدامكم. الا تكلمنا على واحد الـ يعني رياضي اللي عنده 70 كيلوغرام في الوزن ديالو، الا قلنا شحال ديال السكريات غادي يحتاج، واعتبرنا انه عنده مثلا حصه واحده ديال الرياضه اللي كيدير في النهار، غنحتاجو بداك الحد الادنى 2800 سعره حراريه، غيحتاج 5 الغرامات لكل كيلوغرام في النهار. غنقطو ديك 5 وغنضربوها في 70، غتعطيني 350 غرام ديال السكريات اللي غيحتاج في النهار. متفقين؟ متفقين. 350 غرام ديال السكريات منين غنجيبوها؟ غادي نقدروا ناخذوا، كاينين ثاني في الانترنت كاينين دي طابل اللي كيبينوا لنا الاغذيه ديالنا شحال فيهم ديال المكونات الطاقيه. غناخذوا الخبز مثلا، غنختاروا الخبز، وهنا ملي كنتكلموا على هذو النصائح اللي غادي نعطيو دائما نحاولوا نمشيو قدر الامكان لما هو طبيعي، بمعنى ما غنحاولوا نبعدوا من جميع كل ما هو مصنع غالبا. بحال الا غادي نمشيو للخبز، غادي نمشيو للخبز الكامل اللي غادي يكون فيه سواء الشعير او لا القمح، ويكون كامل شحال ما كانوا فيه ديال الحبوب، شحال كانوا فيه ديال الالياف، غادي يكون مزيان، لان غادي يخلي هذا الخبز يكون غني بالفيتامينات، بالاملاح المعدنيه، بالالياف. وهنايا غنعرفوا بان كل 200 غرام يعني خبزه اللي كاينه في السوق مثلا راه فيها 110 غرامات ديال السكريات. خبزه يعني الا خديت خبزه في النهار، ها هي واحد 110 خديتها من 350 غرام ديال السكريات، شحال بقات لي؟ بقات لي 240. غادي نمشي نشوف مثلا الفواكه، لا بانان، اون بانان مويان ديال اللي فيها مثلا واحد 80 غرام، غنلقاو فيها شحال؟ غنلقاو فيها واحد 19 حتى 20 غرام ديال السكريات. التفاحة غنلقاو فيها شي شويه اقل. العسل غنلقاو فيه واحد 90%، بمعنى الا خديت 10 الغرامات ديال العسل راه فيه تقريبا 9 الغرامات و550 تانا ديال السكريات. وهكذا كنمشيو حتى كنوجد ديك لا غاسيون ديالي جورناليير ديال مصادر السكريات. وكنمشي البروتين كذلك ومثال، عندي غرام فاصله جوج لكل كيلو، الا ضربته في 70 شحال غيعطيني؟ غيعطيني 84 غرام ديال البروتين. غنمشي عاوتاني ليطابل ديالي نوتريسيونيل، كنشوف ان 100 غرام ديال الحوت غتعطيني 20 غرام تقريبا ديال البروتين. انا نعم هاد ليطابل نوتريسيونيل كيفاش تكون عند كل ممارس ديال الرياضه؟ السون ديسپونيبل، هادو موجودين في الانترنت. كنحاولوا بحال دابا ملي غنبغي نبحث نمشي نلجأ بالخصوص لشي مصدر اللي هو اداري، مثلا وزاره الصحه الى دارته. حنا في المغرب للاسف هاد المعطيات ما كاينينش يعني خاصين بالتغذيه ديالنا. كنظن ان هذا غادي يكون واحد الورش كبير اللي غيخدموا عليه اختصاصيين ديال التغذيه المغرب باش يوضعوا لنا دي طاب اللي خاصين بالاكل ديالنا، باش الانسان يفهم يعرف التغذيه ديالنا اللي موجوده هنايا كل حاجه شحال فيها. ومن هنايا انا بير اللي كنعطي للزاتليت ديالنا انهم يتعلموا يقراو في العلب. غادي نشري الحليب مثلا، غادي خصني نقرا ليتيكات، نمشي نلتجئ ليتيكات نعرف شحال فيها ديال السكريات، شحال فيها ديال الدهنيات، وشحال فيها ديال البروتينات، باش من هنا الى خديت هاد لي فورمول كيسهل عليا نعرف اشنو خاصني ندير. حاجه اخرى اللي ما نساوهاش، كنعرفوا بان اليوم ديال التكنولوجيا، وبفضل التكنولوجيا حنا الحمد لله متصلين، وكل واحد راه في داك في المكان ديالو متصلين في وقت واحد. كاينين دابا لي زابليكاسيون، يعني التطبيقات اللي كنقدر انستالي في البورطابل ديالي، واللي من خلالهم كنقدر نعبر لا غاسيون اليمونتير. اشنو كنقول انايا للرياضيين يديروا؟ هو انهم يديروا سوق دو سيمينيي، كيديروا ان بتي رابيل كيسجلوا فيه جميع الاكل اللي كياكلوا في النهار، باش كياخذوا فكره على النسبه ديال يعني الطاقه اللي كياخذوا من خلال الكربوهيدرات والبروتينات الدهنيات
والسكريات. واحد النقطة هنايا إذا سمحتي لي سي حسن واللي هي مهمة واللي غادي نلقاوها بزاف عند الرياضيين ديال الاحتراف والرياضيين ديال الصفوة لي سبورتيف ديليت، وهي عملية تدوير استهلاك الكربوهيدرات. هذه سي لا بيريوديزاسيون دو لا كونسوماسيون دي غلوسيد. كنعرفوا بان هاد الكربوهيدرات اللي هما السكريات هما لو كاربورون برينسيبال تقريبا في جميع الرياضات، وهاد الكربوهيدرات القدره ديالنا ديال التحمل ما كتفوتش غرام في الدقيقه. هنا فين كيخصنا نتنبهوا اننا ماشي يسمعونا الرياضيين دابا اننا كناكلوا على الكربوهيدرات ويبقاو ياخذوهم كثر، راه ما خاصكش تفوت 60 غرام كل ساعه المكانه الا كنتي كتاخذ النسبه ديال الكربوهيدرات. دونك خاصني نعرف بان عندي واحد القدره ديال الامتصاص اللي ما كتفوتش غرام ديال السكريات في الدقيقه كيف ما كان النوع ديال السكريات. لهذا كيخصني ندير عمليه ديال التدوير ان ديك الكميه اللي هضرنا عليها مثلا ديال 350 غرام خاصني نقسمها على النهار كامل، بحيث انني ندير اوقات الاكل. بحال هنا كنقولوا للناس يديروا مثلا الا كانوا غيعتمدوا على يعني تدريب واحد يقدروا يديروا ثلاثه الوجبات الرئيسيه ويديروا وجبتين خفيفتين، بمعنى خاص الانسان يبرمج النهار ديالو. دونك الا كان غادي يكونوا رياضي دو نيفو خاصني نبرمج وخاصني نعرف ان الا ما كنديش البرمجه ديالي اليوميه والاسبوعيه على اساس البرنامج اللي كندرب انا ما غنمشيش اي بعيد، لان ما غيمكنش نعتمد على جوج الوجبات ديال الرياضه انا جوج حصص ديال التدريب وكندير وجبه واحده في الليل، راه ما غتكون عندي حتى شي استفاده، بالعكس غادي يكون العكس اللي غادي يوقع. لهذا كيوجب نبرمج هذه العمليه ديال تطوير استهلاك الكربوهيدرات بناء على العدد ديال الحصص التدريبيه اللي كنحط. كنقولوا يا اما ندير ثلاثه الوجبات الرئيسيه فطور غدا عشاء وكندير جوج ديال لي سناك جوج ديال الوجبات خفيفه، او العكس كاين اللي كيبغي يتدرب مثلا في الصباح اجا هذا كنقدروا نمشيو معاه نديروا جوج الوجبات الرئيسيه بحيث كيكون الفطور اسي كوستو وكيكون الغداء معطل شي شويه اسي كوستو وكنحطوا معاهم ثلاثه الوجبات خفيفه تخوا سناك. كيبدا بواحد قبل لونطريمون كيفطر من وراه كياخذ امبتي سناك ساعتين من بعد كيمشي يجلس ثاني واحد ساعتين ولا ثلاث سوايع الى غيدرب مزيان من بعده غادي ياكل الغوبا ديالو وعاد في الاخر كيسالي واحد الوجبه خفيفه. نقطة أخرى اللي كيخصنا نضمنوها بزاف هو أنني خاصني نربط بين الكمية ديال الكربوهيدرات اللي كنستهلك معاياش مع النوع والشدة والمدة ديال كل تمرين، بمعنى الإنسان اللي كيدرب واحد التدريب على حسب البرنامج اللي عطيه المدرب ديالو في ساعة المكانة ماشي بحال اللي غيدرب ساعة ونص ماشي بحال اللي غيدرب ساعتين. واحد آخر اللي غيدرب تدريب أيروبيك اون جينيرال الكارديو اللي فيها كيعتمد بزاف على الاكسجين ماشي بحال اللي غادي يخدم ان طراباي دو موسكولاسيون ولا ان طراباي دو رانفورسمون موسكولير ولا دو ريزيستانس ماجور. دونك هنايا هنا فين كنقولوا كيخص التدخل ديال الخبراء وديال الاختصاصيين في الميدان باش يحددوا لكم الكميات بحقها، لان هذا الاستهلاك ديال الكربوهيدرات كيكون عندنا من كيف ما كيقولوا بالانجلي يعني سي اتش او لو دايت الوقت اللي كنستهلكوا بالنسبه ديال السكريات قليله او لا ميديوم او لا لما كنرفعوا من الكميه ديال السكريات الا كان الغرض ديالنا اننا نوجدوا واحد المنافسه اللي كتكون غالبا في الاخر في الاسبوع او لا في الاخر ديال البرنامج. اذا استهلاك السكريات سي صلاح استهلاك السكريات على حساب القوه او لا على حساب لانتونسيتي ديال التدريب اللي كنقوم به. لانتونسيتي لا دوري اي لو تيب ثلاثه trois déterminants l'intensité لحقاش l'intensité باش كنعبروها الشده كنعبروها بلا في او دو ماكس يعني هذيك لا فيتيس ماكسيمال ديال لوكسيجيناسيون ديال لو كور ديالنا. كاين اللي كيخدم 60% كاين اللي يخدم 70% وبعض الاحيان في بعض الفترات كيقدروا يفوتوا حتى 70-80% ديال في او دو ماكس. وهنايا الاستهلاك ديال الكربوهيدرات ما غيكونش نفسه ما غيكونش بحال دونك لهذا هادو علاش يعني سون دي شوز كي سون بلو تكنيك كيبقى الخبير اللي كيخصو يضبط، لان الى وصلنا لهذه الدرجه هذه اننا نضمنوا ونضبطوا على حسب المده وعلى حسب الشده وعلى حسب النوع ديال التدريب اللي غادي يكون فاكيد غادي ان شاء الله نخرجوا يعني رابحين من هذه المساله. بيان سور غادي نشوفوا التفاصيل سي صلاح ماشي اليوم، لان اليوم غادي ندير واحد الحصه يعني كدوي بشكل عام على التغذيه ديال الرياضيين، ولكن اتفقنا باش من بعد نبقاو ديما مع اتصال
بالاخوات والاخوان ديال الرياضيين المغاربه ونبقاو نعطيهم ديما نصائح في التغذيه في كل سنه القادمه ان شاء الله. وهذه غتكون اللجنه الاولمبيه الوطنيه المغربيه. اكيد هنايا واحد النقطه ثانيه مهمه اللي متعلقه بالتغذيه، يعني كيفيه اعتماد برنامج غذائي رياضي. فهمتي؟ خاصني اول حاجه نبرمج، والبرمجه مهمه بزاف، لان البرمجه غتحددوا بها بعدا الاوقات ديال التدريب، الاوقات ديال الاكل، الاوقات ديال النوم وديال لا ريكوبيراسيون، وهادو ثلاثه المحددات ديال النجاح في الرياضه. بمعنى اللي كيتدرب وكياكل مزيان وما كينعس مزيان ما يعولش على على على, على الانجاز الرياضي. اللي كينعس بزاف وما كيتدربش وكياكل مزيان ما يعولش على الانجاز الرياضي. ولكن اللي بغى يوصل للانجاز الرياضي خاصو يدرب مزيان، ياكل مزيان، وينعس مزيان. هادو ثلاثه المحددات اللي كيخص الانسان يعتمد عليهم، اللي غادي يجيو غيجيو من خلال برمجه مضبوطه، بحيث كنحط المواعيد ديال التدريب، لان ملي كنتكلموا على مواعيد التدريب كناخذوا بعين الاعتبار درجه الحراره فاش غندربوا، باش نقدروا نحددوا الكميه الماء اللي غنستهلك، نعرف جميع الظروف اللي غادي نقدر ندرب فيهم، وكنحط البرمجه ديال الاكل باش نضمن طاقه اولا ديك الوفره الطاقيه، ديك لا ديسپونيبيليتي انرجيتيك، باش نقدر ندخل الرياضه ونعطي كل ما في الجعبه ديالي. هذه نقطه صلاح. واحد السؤال اللي كيرجع بزاف من طرف المشاركين في الحصه ديالنا، واش هاد الجليسيد اللي كدوي عليهم بغيتك تعطينا اشنو هما انواع الجليسيد اللي خصهم يتكونسوموا، وثانيا واش هاد الجليسيد سا ريسك با باش يتطوروا ولا يترانسفورماو اون سكر اون غريس ستوكي؟ سي سور سي سور. دونك هنا لو تيب دو جليسيد كنقولوا نختاروا. انا صراحه ما كنبغيش نتكلموا على لي بون اي لي موفي غلوسيد، يا با دو بون او داك او موفي غلوسيد. لو غلوسيد اللي كيخصنا نقصوه ولا نحيدوه لو موفي سي لو سكر بلون، هذا ما عندنا ما نديرو به، وهذا نتفقوا غادي نشوفوا واحد السلايد في الاخر، انني لا بغيت نعتمد يعني تغذيه غير من اجل الصحه ديالي جو دو دير اديو او سكر بلون، السكر الابيض، وما نخافش ما يصحابليش غادي نزول السكر الابيض راه غيطيح لي السكر، لا، لان الحمد لله السكريات اولا الكربوهيدرات موجوده بزاف في الطبيعه. خاصني نمشي نعتمد اولا على السكريات اللي عندها مؤشر تحليه الاندكس غليسيميك تخيبا، هذا ما كان يسمى في الماضي بالسكريات بطيئه الامتصاص. فين كنلقاوها؟ كنلقاوها في كل ما هو حبوب، غنلقاوها في القمح، غنلقاوها في الشعير، غنلقاوها في الخرطه اللي هو الشوفان، غنلقاوها في العدس، غنلقاوها في الحمص، غنلقاوها في اللوبيا. وكنشوف بان العدد فيكم دابا كيطرح السؤال، واش انا كرياضي يمكن لي نعتمد على العدس والحمص واللوبيا؟ غنقول لك نعم ممكن تعتمد عليهم، وغتقول لي انهم كاين فخ المصران. نعم كاين فخ المصران، ولكن عند من؟ عند هذاك اللي حيدهم من التغذيه ديالو. صحيح ما غاديش نديرهم نهار الماتش، ما غاديش نديرهم بوتيتغ ساعه قبل من التدريب، ولكن واش خاصهم يكونوا في التغذيه ديالي؟ يعني يمكن نعتمد عليهم باش نضمن لي تغذيه اللي هي صحيه. هذه خاصني ناخذها بعين الاعتبار. سؤال النقطه الثانيه من السؤال، واش ما غنعتمدش على سكر اخر؟ نقدر نعتمد عليه اللي غيجيني من الفواكه طبيعيه، ما عنديش حتى شي اشكال، وخاصني نتنابه انني ما تكونش عندي واحد المبالغه في استهلاك الفواكه خصوصا على شكل عصائر، لان بزاف الناس ملي كنطرحوا عليهم السؤال كيقول لك انا كناخذ الفاكهه، فاش كنسولك كيفاش كيقول لك انا ناخذها عصير. اللي خاصنا نعرفوا ان فاش كنشرب عصير ديال الفاكهه فراه كناخذ ثلاثه المرات داكشي اللي كنت غناخذ من الفاكهه، بحيث ان الا فضلت الا درت الفرق بين ليمونه وكاس ديال الليمون كل ما تمشيو لكاس الليمون، وين كاس الليمون ما تنساوش ان فيه ثلاثه الليمونات. الا كانت داخله في الحساب ديالكم ديال النهار ودخلت في ديك 350 غرام بالنسبه للاعب ولا الرياضي اللي عنده 70 كيلو ما عنديش اشكال، ولكن الا جاب الله فتا فبطبيعه الحال كاع داك ليكسيدون اللي غادي يكون عندي زايد غادي يكون مؤهل باش يتحول لدهون وغيتخزن على شكل دهون. دونك هذه نقطه خاصني نتنبه ليها بزاف. دونك اللي غادي باش نجيو من الاخر، الا السكريات اللي غادي نحاولوا نزولوا تكلمنا عليهم هو السكر الابيض وكل ما يصنع من السكر الابيض، غنلقاو الحلويات المشروبات الغازيه واحد مجموعه الامور، ولكن السكريات الاخرى اللي غادي نلقاها في الفواكه واللي غنلقاها في بعض القطنيات واللي غنلقاها في الحبوب الكامله فهادو مرحبا بها ما كاين حتى شي اشكال، كنقدروا نوضعوا لها في واحد البرنامج مضبوط باش احتراما هنا النقطه الثانيه اللي تكلمت على احتراما مده الراحه الهضميه بين الوجبات والتدريب، القدره ديالنا على هضم هاد السكريات ما هي شيء بحال بحال. كاين اللي كياخذ الحبوب الكامله كضروا في في الامعاء ديالو ولا في المصران ديالو، واش دابا هذا كيعني انه خاصو يزولهم؟ لا، خاصنا نشوفوا الراحه الهضميه شحال كتستوجب عند هذا الرياضي، واش ساعه واش ساعتين واش ثلاث ساعات واش اربعه، وكيخصنا نحطوا له برنامج
اللي كيضمن له الراحه الهضميه. لا يعقل ان الرياضي غيمشي يدرب ويدي معاه اكل في البطن ديالو اللي باقي ما تهضم شيء، لان ملي غادي يمشي يدرب الدماغ ديالو والعقل ديالو واخا هو عنده واحد الرغبه باش يتجاوب مع كل ما مطلوب منه اثناء التدريب، ولا ان الدماغ ديالو عنده واحد المعادله اخرى، المعادله اللي عنده خاصو يحلها هي المشكل ديال الهضم. لهذا خاصني نحترم هذه المده ديال الراحه الهضميه، بحيث ان كنقولوا الرياضيين ما تاكلوش وجبه كامله يعني في واحد الوقت اللي هو قل من 3 سوايع قبل التدريب او لا قبل المنافسه. لهذا الى رديتوا البال دائما اي رياضه من الرياضات غتلقاو الطبيب ديالكم اللي كيتبع معكم كيقول لكم ودي خاصك تحبس الماكله في 3 ساعات قبل، ولكن الشرب لا، الشرب كيمكن لك تستمر فيه بما في ذلك المشروبات يعني ماشي الطاقيه، المشروبات الجهد لي بواسون ديفور. الو صلاح الى سمحتي دويتي على الطبيب ديالكم، انا بغيت نطرح سؤال الاخوات والاخوه اللي متابعين معنا، واش كيشوفوا الطبيب مره في السنه، مره في 3 شهور، مره في 6 شهور، على خصيصا ماشي حيت مرات، خصيصا باش يعرفوا واش ما عندهم حتى شي مشكل باش يمارسوا الرياضه ديالهم، كيفاش يطلعوا لو ريتم ديال الرياضه ديالهم، وكذلك باش ياخذوا نصائح في التغذيه. واش هذه القضيه مهمه سي صلاح ان نشوفوا طبيعه الحال؟ لان ما نساو شيء ان غادي نقول شي كلام وغادي المغربيين يفهموني مزيان، ما تنساوش بان ليكزيرسيس فيزيك او لا لونترينمون سي اون سورت داغريسيون فيزافي لي موسكل ديالكم، سي اون سورت داغريسيون فيزافي لو كور، بمعنى كتمشي كتخدم لي موسكل ديالك والجسد ديالك في واحد الظروف غير عاديه، انك كتجري القلب ديالك يولي كيضرب 160 170 في الدقيقه، لا 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 التنفس ديالك كيتغير، الطريقه ديالك ديال التخلص من الماء التعرق كيكبر بزاف، دونك هادو ظروف خاصه. واش الجسم ديالنا كلنا حنا بحال كيتجاوب مع هادوك المتطلبات ديال الرياضه؟ لا، كل واحد على حسب، حنا كنتكلموا عليه التركيبه الجسمانيه ديالو، على حسب هذيك لا فيو دو ماكس ديالو، ديك القدره ديالو على استيعاب الاكسجين اثناء التدريب واثناء الرياضات. اي دونك التجاوب مع هادشي ما كيكونش عادي، ما كيكونش بحال اي دونك يقدر يكون عنده تاثيرات سلبيه على ذات الانسان. من ناحيه اخرى، واش حنا كنظلوا العام كامل في صحه جيده 100%؟ كاين واحد العدد في الاخوان اللي كيستمعونا دابا اللي كيعاني من حساسيات مثلا، وفي هذه الفتره مثلا اللي داز ديال الربيع اللي فات كنعرفوا ديك لا بولينيزاسيون اللي كتكون ديال 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 الورد وديال واحد العدد ديال النباتات كتخلي دوك لي بولين كاينين في الهواء بزاف، وإلا كان الهواء عندنا كيعطينا حساسيات فغادي يخلق لنا اشكال. وتكلمتي توتالور على المنشطات وكنشكرك بزاف من هذا، على اننا هنا اليوم كنتكلموا ان الطريقه الامثل باش نوصلوا للانجاز ونبعدوا على المنشطات اللي هما فيهم خطوره على صحه الانسان. واحد العدد ديال الرياضيين غتلقى مسكين كيلجأ ياخذ بعض الادويه من اجل تحسين الحاله الصحيه ديالو، الا كان هو رياضي محترف او لا كان رياضي دو نيفو، فهاد العمليه راه ما خاصوش يديرها بوحديتو، واخا عنده لاكسي للدواء يمشي للفارماسي ياخذ الدواء ولا يمشي عند الطبيب عادي، خاصو يمشي عند الطبيب اللي يتبع معاه ودائما يبين له الصفه ديالو كانه رياضي دو نيفو. نعم سيدي، اسمح لي قاطعتك باش نرجعوا للتغذيه، لان بقى لينا تقريبا واحد 20 دقيقه وكاين بزاف ديال الاسئله. باش نرجعوا للتغذيه، واش لا كويسون يعني الطياب ديال لي زاليمون كياثر على هاد لي le pourcentage ديال اي لي سكر اي لي بروتين؟ طبيعة الحال حنا الى عقلتوا على المعطى اللي عطيتك بلا ديال المؤشر التحليه لاندكس غليسيميك دي زاليمون عنده علاقه مباشره بلا فاسون دو كوير. الى غادي نعتمدوا مثلا على لي بات اللي هما غالبا كيستهلكوهم الرياضيين بزاف في الايام ديال التدريب الشاقه او لا في المعسكرات التدريبيه او لا قبل اللقاءات، سورتو في لافي يعني لو روبا دي سوار لي افون لا كومبيتيسيون. الطريقه ديال الطهي ديال لي بات كيخلي من نسبه السكريات اللي فيهم كيرتفعوا بواحد الشكل كبير. هذا علاش الناس اليوم عزيز عليهم المطبخ الايطالي وكياخذوا مثلا معجنات سباغيتي ولا لي تاغلياتيل كيطلبوهم الدينتي. الدينتي خاصنا نحترموا الوقت، خاصهم يطيبوا في 8 حتى 10 دقائق غرام ماكسيموم. علاش؟ باش ديك النسبه ديال السكريات اللي فيهم ما كترتفعش بزاف، وباش نفتحوا المجال للجسم انه يستعب ولا يكون عنده نوع من الاستيعاب ديال دوك السكريات بدون ما يكون عندنا تكدس او لا تحويل هاد السكريات لدهون. غادي نمشيو لبعض لوطخ دوطخ فيكيونون، البطاطس مثلا. البطاطا معروفه حتى هي، انا كنقول للناس ان البطاطس ماشي خضره، كنقول لهم البطاطس خبز،
باش يعرفوا بان فيها من النشويات كثيره. فإلا طابت في الفران او الليله طابت في الماء او الليله طابت في الطاجين ولا بيوري كيكون اختلاف كبير وكبير بزاف، بان النسب ديال السكر اللي فيها كيرتفع بواحد الشكل كبير. الجزر نفس الشيء، واحد العدد ديال الناس وكنشوفوا حتى الناس اللي كيعانيوا من امراض السكري مثلا كيزولوا الجزر من التغذيه ديالو بحكم ان فيه السكر، وهذا خطا، لان الا خديت الجزر في شكله طبيعي غبي محكوك نسبه السكر فيه قليله، مي الا طاب في الماء النسبه ديال السكر فيه غادي ترتفع. انما هادو كلهم معطيات ما يمكنش نوقفوا عند كل واحد فيهم بحكم ان جميع الاغذيه اللي كتحتوي على سكريات ديال طبيعه الحال الا تعرضت لدرجه الحراره وبخصوص الا طابت في الماء بزاف فنسبه السكريات كترتفع بزاف. انا هنايا باش قلتي بقات عندنا 20 دقيقه، باقي لنا واحد 4 سلايد اللي هما باش غادي نساليو حتى الخمسه غوم ماكسيموم. تبقى معكم هذا السلايد هذا اللي فيه كيفاش نعتمد طبق صحي من اجل الرياضي، وربطوا لكم ايزي ترينين يعني الوقت اللي كتكون عندي رياضه اللي هي مضبوطه. شوفوا معايا عفاكم رياضه يعني تدريب خفيف ماشي كثير بزاف. او التدريب في السي صلاح ما كنشوفوش لو سلايد. نعم لو سلايد ما كنشوفوش ابو نعاود وي لو سلايد اون فوا با لو سلايد دابا فوالا تري بيان دابا كنشوفوا لو سلايد تري بيان. هذا هو اللي كنطلب منك قبيله. طيب دونك ها هو دابا هذا مثال، لان قلت لك كل حاجه غتجيب الوقت ديالها. تنبهوا معايا هنايا اشنو كنشوفوا، كنشوفوا النصف ديال الطبق فيه خضر هو اللي جاي على اليمين ديالكم فيجيتابلز اند فروتس، وفيه شويه الفواكه. هادو هما الجزء الاقل طاقه في الطبق ديالنا، اقل طاقه لان هادو الخضر اللي كاينين فيهم خضر طازجه وخضر مطهيه النسبه ديال السعره الحراريه اللي كيعطيني قليله وقليله بزاف. ولكن الى رديت البال الجزء العلوي اللي فيه شويه ديال الخبز وفيه شويه البطاطيس هذوك هما المصادر ديال الطاقه ديال السكريات. وشوفوا بان راحنا حددنا اننا خاصنا ننقصوا منه قدر الامكان. كان ممكن لو كنت غادي ندرب غير خفيف غنقدر ندير كاع الربع ديال الطبق، ولكن الا كنت غنبغي نتنبه الوزن ديالي غادي ندير اقل من الربع، يعني غنمشيو للسدس ولا الثمن ديال الطبق ديالي، يعني خاصني ننقص من دوك نسبه السكريات. علاش؟ لان الا كثرتهم في التغذيه ديالي غادي ياثر هذا سلبا. الربع ديال الطبق ديالو خاصو يجيني من بروتين ذو جوده عاليه، والبروتين ذو جوده عاليه هو اللي غيعاونني نحافظ على القوه العضليه ديالي. منين غادي نجيبو؟ نجيبو من الاسماك، نقدر نجيبو من الدجاج، نجيبو من اللحم الاحمر الا كان فتي، نقدر نجيبو من البيض، نجيبو من الحليب، نجيبو مشتقات الحليب، ويمكن ليا ايضا نجيبو حتى من البروتينات النباتيه اللي هما عدس وحمص ومثلا اللوبيا الا كنت يعني كنقدر ناخذهم. الا رديتوا البال الفوق فات كنحددوا الكميه ديال الدهون اللي غنستهلكوا من معلقه صغيره حتى لثلاثه معالق غوم ماكسيموم. وهنا بما في ذلك زيت الزيتون، باش ما يكونش عفاكم عندكم واحد الخلط ونقولوا لا بحكم بانني كنستعمل زيت الزيتون في التغذيه ديالي فصافي راني زعما قطعت الواد ونشفوا رجلي. لا، خاصني ناخذ واحد النسبه ديال الدهون اللي تكون كتماشى مع الاحتياج ديالي. ثلاثه المعالق صغار ديال زيت الزيتون راه تقريبا 30 غرام ديال الدهون اللي كتعطيني تقريبا يعني 200 سعره حراريه في هذا الطبق اللي هو غير من الزيت. هذا خاصنا نتنبهوا بزاف. الا مشينا نشوفوا طبق اللي هو مودريت يعني هذا ترينين اللي الشده ديالو مرتفعه، تنبهوا بان الخضره غادي تنقص شي شويه والنسبه ديال السكريات غادي ترتفع. هذوك الهول جرينز ولا الحبوب الكامله اللي غادي يكون فيها سواء حبوب كان روز مثلا او لا كانوا ديباط او لا كان خبز او لا كان بطاطس النسبه كترتفع، النسبه ديال البروتين كتبقى هي ما كتغير شيء، والنسبه ديال الدهون كتنقص. علاش كنقصوا النسبه ديال الدهون؟ لان اذا كانت التغذيه ديالنا فيها دهون كثيره ما غتكونش عندي الراحه الهضميه اللازمه باش ندير التدريب ديالي في احسن على داك على اكمل وجه. غير خصني نتنبه انني التغذيه ديالي شحال ما نقصت فيها ديال الدهون شحال ما مزيان. متفقين؟ إذا مشينا للتدريب نعمل تتسالي الهارد ترينين فازي إذا مشينا الهارد ترينين غتشوفوا بأن اللعبة غيولي النصف ديال الطبق ديالي غادي نجيبه كله من المصادر ديال السكريات المركبة. هنا إذا درنا غير هذا السويفي غادي نعرف بأن الاحتياج ديالي كيكبر بزاف، لأن ملي كنتكلم على الهارد ترينين غادي نحتاج طاقة كبيرة. غتنبهوا ان حتى الفات هذاك النسبه ديال الدهون كنقدروا نعاودين نرجعوا لجوج حتى لثلاثه لان محتاجين طاقه، وكنعرفوا ان الدهون غيعطيني الطاقه الكافيه. جوج الحوايج اللي ما كيتغيروش هنايا
هو النسبة ديال البروتينات ودوك المقبلات أو لا المنسمات اللي كنقدروا نضيفو اللي خاصهم يكونوا بشكل طبيعي يجوني من بعض النباتات الطبية. وملي كيكون عندي الهارد ترينين كيخصني نتنبه أن النسبة ديال الخضروات ما خاصهاش تكون كثيرة بزاف، لأن هاد الخضروات هادو كيجيبوا معاهم ألياف كثيرة، ودوك الألياف كثيرة لبعض الأحيان كيأثروا ليا في الجهاز الهضمي ديالي وما كيعطيونيش الراحة الهضمية. دونك لهذا ديما خاصني يكون عندي واحد الميزان اللي كنعبر به أولا الطاقة وكنعبر به الراحة الهضمية إلا بغيت نضمن يعني أنني ندير تدريب أو لا ندير واحد التدريب سواء كان خفيف متوسط أو لا يعني مرتفع. سي سامح قبل ما نمشيو بعيد بغيت نطرح واحد جوج أسئلة. أولا اللي كدوي على لو هارد ترينين، واش هارد ترينين واش كندرب جوج مرات في النهار مثلا؟ جوج مرات في النهار وي دابا جوج مرات في النهار وداخل فيها واحد يعني غالبا دابا الناس يعني الرياضيين المحترفين اللي كيدربوا جوج مرات في النهار غالبا واحد التدريب كيكون فيه بزاف يعني لانتونسيتي طالعه فوالا لانتونسيتي طالعه وي اون سوليسيت ان ترافاي موسكولير انتونس. لان عرفوا ان هاد السكريات اللي كنتكلموا عليهم راه هو داك الغشاء اللي كنغشيو به العضلات ديالنا حنايا باش كنخرجوا منه الطاقه اللي غادي نحطوها اثناء الرياضه. الا جاب الله ما عطيتش النسبه ديال السكريات الكافيه وتقادت لي الطاقه من داك الجليكوجين اللي كيكون مغلف العضلات، فراه المشكل انني كندخل في العضلات ديالي وكنبدا ناكل في اللحم ديالي وكناكل في القوه ديالي باش كنكاربوري ولا باش كنعطي لو كاربيرون الرياضه، وهذا حرام انني نضيع الكتله العضليه ديالي اللي خدمت عليها واحد المده طويله باش نكونها ونجي نضيعها في واحد التدريب اللي هو قاصح. فوت دو كوا فوت انني نكون ما درتش النظام الغذائي ديالي اللازم اللي غيكون كيعطيني الطاقه وليني في حدود بمعنى لا افراط ولا تفريط. ما بقاش انايا عرفت واش غادي يفهموني الرياضيين ان خاص يولي عندنا ان جوست ميليو، خاص الانسان يولي يعرف شحال هو شويه وشحال هو بزاف وشحال هو متوسط. يلا بلاتي بدوينا على شحال هي بزاف موين، شناهي واحد لونطرين موين بالنسبه لك انت وبالنسبه لهذيك لاسيات اللي وريتي؟ موين هي هذه اللي غنتكلموا على داك على لو موين، غنتكلموا على الشده ديال يعني التدريب ديالنا في النهار. هذيك ليماج اللي درتيها هي انا ماشي ليها فوالا هي هي هذه. دونك هذا موديريت يعني الترينين هو اللي كنعتمدوا فيه على واحد المده اللي ما كتفوتش ساعة ونصف ديال التدريب في الحصص، يعني إذا كانوا عندنا كاع جوج حصص ما خاصش تفوت فيهم ساعة ونصف، والفي او دو ماكس ديالي ما خاصهاش ديباسي 70%، يعني ما خاص القدرة القصوى ديالي ديال التنفس ما خاصهاش تفوت ليا 70%. إلا رجعنا نشوفوا الايزي ترينين غالبا اللي هو التدريب اللي كيكون خفيف، يعني التدريب اللي كيكون خفيف سواء كان بعض الجري ان فوتينغ مثلا لو ماتان أو ليك غادي ندير اون مارش اكسيليري باش نقدر تعاونني في نقصان الوزن او شي حاجه من هذا القبيل. يعني اي صلاح شكرا. سؤال تفضل. سؤال ثاني، هاد الصور اللي شفت كلهم ما بانش ليا الطاجين المغربي، ما بانش ليا الكسكسو، خاصني نعرف واش داكشي قلت خاصني ما نبقاش ناكل الطاجين ما نبقاش ناكل الكسكسو. انا جايك هنا دابا ملي كنتكلموا على الطاجين ديالنا، انا شخصيا ما عندي حتى شي مشكل مع الطاجين المغربي. المشكل طال اللي واحد عندنا كيفيه تحضير الطاجين، اما شكلا بالعكس. شنو هو الطاجين ديالنا حنا؟ الطاجين الخضر اللي فيه مطهيه بالبخار. المشكل الواحد اللي غيكون مطروح هو نسبه الدهون اللي كنديروا. فهنا انا مثلا شي واحد اللي كيجي عندي كيتكلم لي على الطاجين كيقول لي واك انا اكل الطواجن، كنقول له طيب واخا حنا هنا في المنطقه ديال اكادير الطواجن ديال اكادير ما مزيتينش بزاف، نتمنى ان الناس اللي كيصايبوا الطاجين اياه يستلهموه من الطاجين ديال اورين باش ينقصوا نسبه ديال الدهون. لحقاش الا نقصوا النسبه ديال الدهون وكان داك الطاجين كيضمن الكميه الكافيه ديال البروتين وكنحطوا معاه شي شويه الخضره ونحطوا معاه واحد الطرف ديال الخبز على حسب القياس اللي غادي نحتاج، فما عندي حتى شي اشكال ان يكون هو داخل في النظام الغذائي ديالي، بحيث ان سي با كيك شوز كي انكومباتيبل مع لو سبور. لو كوسكوس في حد ذاته كنشوفوا اليوم ان كاين واحد العدد ديال الرياضيين في العالم كيكون عندهم داك لو كوسكوس ولي ني سيباري لا صوص مثلا ما كتكونش عندها صوص، هما كيديروا حوايج اخرين ولين كيكون عندهم لي سيغيار بلاص ما غياخذوا لي بات كياخذوا لا سومول اللي هي مخره بحال الكسكسو وكياخذوا معاه حويه ولين كياخذوا القياس. متفقين؟ بمعنى ما كياخذوش داك الكسكسو ديالنا حنايا اللي معاود بليدام اللي معاود بالسمن مثلا ولا معاود بالزبده ولا معاود بالزيت بزاف وفيه نسبه ديال الدهون وكناخذوا بزاف ديال القياس. خاص تولي عندي القدره
ان هذاك القياس اللي تكلمنا عليه داك 350 غرام ديال السكري هذاك النسبه الرياضيه ديال 70 كيلو الا بغى يجيبها واحد النهار فيها طبق ديال الكسكس يقدر ياخذ واحد القياس. ملي كنشوفوا مثلا المطبخ اللبناني اللي فيه لو طابولي اللي فيه لا سالاد وفيها ان بو دو سومول دو كسكس ما حتى شي اشكال. اليوم كنمشيو لاسبانيا كنلقاو دي مينو داتليك يعني حتى ملي الناس اللي كيمشيو يديروا معسكرات رياضيه كتشوف ملي كطالع على لوطيل كيسنو اللي كيقترح عليك بين قوسين لو مينو سبورتيف كتلقاه عاطيك من بين ما كيقترح عليك الكسكس وكيتفاجئوا الرياضيين كيقول لك وحنا في المغرب ممنوع منا حنا ما كناخذوش وفي اسبانيا كيقترحوا علينا لان مساله قياس مساله شحال غادي ناخذ. دونك سي با لو كسكس كي هو بروبليم سي سا فاصون دو لو فير كي بوز بروبليم. وهنا انا كنتكلم مع يعني التجارب اللي كانوا عندي مع واحد المجموعه ديال الرياضيين ومع فرق في المغرب كيخليو اننا نقدروا نديروا بعض الاحيان بعض هذا الاطباق اللي هي مغربيه غير هي اللي ريفيزيتي بحكم اننا كنرجعوها كتلائم مع الاحتياج ديال الرياضي اثناء التدريب ولا اثناء الرياض. واش بغيت نرجع لك القضيه ديال ليدغاتاسيون السؤال ديال السي عبد الحميد شريف شريفي باردون كومون بوتون سيدغاتي افون بوندون اي ابري une activité sportive et avec quoi peut-on s'hydrater ? الله يجازيه بخير سي عبد الحميد شريف. هذا سؤال مهم ومهم بزاف حكم ان on doit insister sur le point légal ان il faut s'hydrater avant l'entraînement pendant l'entraînement et après l'entraînement. هنا كندخلوا في واحد المرحله اخرى اللي كنبداو نقولوا بان خاص تكون عندي استراتيجيه ديال التمييه c'est une stratégie d'hydratation et de réhydratation de mon corps. خاص يكون عندي واحد الزجاجة ولا قرعة اللي كنشرب فيها المشروب ديالي ولا الماء ديالي وكيخصني نشرب باغ بوتيت غورجي لان واحد العدد ديال الرياضيين وهذا لقينا كانت واحد لا بارير بسيكولوجيك عند واحد العدد ديال الرياضيين كيقول لك فاش كنشرب الماء اثناء التدريب راه كنتزوى راه غتزوى الا شربتي نص لتر الماء في دقه واحده لان الجهاز الهضمي ديالك غير مستعد لامتصاص ديك النسبه الكافيه ديال الماء. انا كنقول لك الفو باغ بوتيت غورجي وقت ما كان عندك ان مومون دو ريكوبيراسيون كتاخذ اون بوتيت غورجي. خاص يكون عندك الماء على بورتي خاص يكون على بون تمبيراتور وهذه ما ننساوهاش عفاكم كما هضرنا قبيله على اللون بعض الاحيان يمكن لكم تلونوا غير القرعه يعني الا كان الا شريتي واحد يعني القاروره ولا واحد القرعه اللي غتشرب فيها الماء ديالك شريها ملونه غتلقى الذات ديالك كتمشي القرعه اللي هي ملونه وخا الماء اللي فيها الداخل هو الماء اللي موالف انت كتشرب انما تشرب عفاك با بوتيت غورجي avant l'entraînement, pendant l'entraînement et après l'entraînement. هذا هذه ضروريه باش ما يكونش عندك اوكان يعني غفلو ما يكون عندك اوكان غفلو من الجهاز الهضمي ديالك على لاسيميلاسيون ديال الماء ديالك. سي صلاح on va faire des questions et je te demande d'être un peu rapide لان بقى لنا 10 minutes et j'ai beaucoup de questions à te poser. La première وهي بالنسبه لي فيجيتاريان اي لي فيجيتاليان يعني اللي ما كياكلوش لي بروتيين انيمال ما كياكلش اللحم ما كياكلش الحوت وكاين اللي ما كياكلش حتى البيض واش كاينه دي بلا دو سبستيتيوشن اللي غيعطيهم لينيرجي؟ وي بيان سور كاين دي بلا سبستيتيوشن ولاني هادو خاصهم واحد اتباع خاص لان للاسف لما ما كناخذوش المواد الحيوانيه اول مشكل كبير كيطرح لينا هو واحد ليكيليبر ميكرو نوتريسيونيل سورتو certaines vitamines اللي غادي نلقاوهم غير في المواد الحيوانيه. كنتكلم شفتو على لا فيتامين بي 12 كي هي لا سيانوكوبالامين اللي ما غنلقاوها حتى فشي بلاصه اللهم الا خديناها على شكل حبوب. وهنايا لي فيجيتاريان ولا لي فيجيتاليان كيقدروا ياخذوا مواد حليبيه الفيجيتاريان بالمره ما كياخذوا حتى شي مصدر ديال 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 البروتينات الحيوانيه. كنطلب ان لي فيجيتاريان يعرفوا بان لو بواسون يقدروا ياخذوه واذا خداونا لو بواسون في بلاصه اللحوم الحيوانيه العاديه فهذا غادي يقدر يغطي الحاجيات ديالهم. نعم باش نجاوبك ممكن نجيبو يعني بروتينات نباتيه ولكن كيخصها كما كنقولوا اون دو اونتريني نوتر سيستيم ديجستيف لان ماشي من السهل ان الانسان يبدا يعتمد غير على البروتينات النباتيه لان البروتينات النباتيه بالخصوص كاينه في القطنيات بالخصوص لان كتوصل تقريبا عندك 20%. انا متاكد ان واحد العدد كيقول لي راه غتكون حتى في اللوز وفي القرقاع متنبهوا اللوز والقرقاع فيه 20% ديال البروتين ولكن راه فيه 50% ديال الدهون دونك ردوا البال ان باش ما نطيحوش في داك في لو بياج. هنا اللي كعندهم هاد كنعتبر حنا كان يعني كاختصاصي في التغذيه الرياضيه وديال الرياضيين كنحترموا الاختيارات ديال كل رياضي كنحترموا الاعتقادات ديال كل انسان بحقه انه يختار ولكن اللي كيهمنا ايضا الصحه ديالو ما فيها باس خاص يكون واحد النوع ديال التوجه باش الانسان يستفاد احسن استفاده
من الخدمة ديال الاختصاصي pour les végétaliens végétariens maintenant c'est Salah pour les diabétiques il y a des sportifs de haut niveau qui sont diabétiques et oui. c'est une question de Abdel Jalil Fidal oui. donc j'imagine c'est Abdel Jalil pour les diabétiques raison de plus le diabétique c'est un sportif les kersna qu'on doit honorer doublement le fait qu'il est sportif ou les kaytahaddal marad dialo li wa ما غنقولكش انا صعيب مي الي كومبلكس وليني خاصو اون بريزون شارج خاصو يكون عنده واحد التتبع وحتى هو اليوم لو ديابيتيك ما بقاش كيخلعنا ما بقيناش كنقولوا له انه خاصو يتمنع من الاكل غادي نطلب منه يشوف معنا هذا السطايل اللي كنتكلموا عليه ان الا بغيت نضمن الصحه الجيده خاصنا نتبع نظام غذائي متوازن بمعنى اللي كيغطي الحاجيات ديالي الطاقيه الماكرو غذائيه والميكرو غذائيه نعتمد على اغذيه متنوعه تنتمي الى جميع المجموعات خاصني نتفادى السكر دونك جو دوا ديسيدي اوجوردي بور اريتي لو سوكر نهائيا وجميع الاغذيه اللي كيدخل منها السكر ونحافظ السكريات سورتو السكر سريع الامتصاص انا كون جو بارل ديز لا فيينوازغي لي بونبون اي تو مي الا زولنا المشروبات الغازيه وزولنا السكر الابيض وزولنا قوه العصائر عند الرياضي المصاب بداء السكري غيبقى ليا يقدر ياخذ الحبوب يقدر ياخذ القطنيات يقدر ياخذ واحد مجموعه المواد الروز لي بات يقدر ياكل ني خاصنا ناخذ بعين الاعتبار العلاج ديالو بخصوص كيكون العالي العلاج اللي كياخذ فيه الانسولين دونك ملي كيستعمل الانسولين ديالو او حتى الا ما كانش كياخذ الانسولين كياخذ مواد اخرى فكنضمن له واحد البرنامج غذائي اللي كيغطي يعني الحاجيات ديالو كما يجب الا سمحتي لي واحد الاسئله دوينا على فيجيتاريان فيجيتاليان ديابيتيك وبالنسبه لواحد المجموعه يعني كل الرياضيين سيرتو في المغرب اللي كيعرفوا الحجر الصحي كيفاش نديروا التغذيه الرياضيه وبالنسبه للناس اللي باقيين عايشين في الحجر الصحي كيخصهم ياخذوا بعين الاعتبار ان الشده والنوع ديال التدريب راهم تبدلوا دونك الا كانوا خداو واحد الموقف معين لما كانوا كيتدربوا ولفوا واحد النظام غذائي اللي كان كيتماشى مع الوقت اللي كيكون في التدريب فاثناء الحجر الصحي خاصهم يعاودوا النظر في النسبه الطاقيه اللي كياكلوا يوميا في الاغذيه اللي كياكلوا يوميا لحقاش ما كيتدربوش بنفس الشده دونك هنا خاصهم يردوا البال بحكم ان كنعرفوا ان مع الحجر الصحي كاينه واحد لا طوندونس ان الانسان كياخذ شي شويه الوزن كنتمنوا ان الاجراءات اللي غادي تقدم عليها ان شاء الله الحكومه غتخفف شويه من هاد الامور ان شاء الله في الاسابيع القادمه وكيخص هاد الناس اقرب وقت انهم يلجؤوا لاختصاصي في التغذيه باش ياخذوا بعين الاعتبار التغييرات اللي وقعت على الجسم ديالهم اثناء الحجر الصحي ويبداو في برنامج ديال ان يعاودوا يوزنوا الجسم ديالهم بالخصوص الا كانت هناك نسب ديال الدهون انا شخصيا ما كنلومهم شيء بحكم ان الانسان الا ما كانش عنده معرفه مسبقه بهذا الامر هذا فكيخصنا نعاونوه اون دو با لو بلامي انت لحقاش تزاد في الوزن هو خاصنا نشوفوا فيه كضحيه بالخصوص ما نشوفوش فيه كمتهم ضحيه كون انه ما كانش عارف ضحيه كون انه ما كانش ما عندوش واحد التكوين في هذا المجال ضحيه كون ان باقي ما كيعطيوش واحد القيمه كبيره لهذا المجال ديال التغذيه الرياضيه اي دونك اون دو لو بروندر اون شارج لو بلوتو بوسيبل باش ان شاء الله نحاولوا نرجعوه وما نضيعوش له يعني التدريب اللي كان دار من قبل وما نضيعوش له السنه بحكم بان ان شاء الله من بعد رفع الحجر الصحي الكامل على المغرب الكل غادي ان شاء الله يرجع للبرامج التدريبيه ديالو ان شاء الله السنويه باش يوجدوا كما تكلمتي عندنا ان شاء الله العاب اللي جايه وباقي ان شاء الله طامعين باش تكون ان شاء الله الالعاب الاولمبيه السنه القادمه في يعني في الموعد اللي تحط باش ان شاء الله نشوفوا الرياضيين ديالنا نفرحوا بهم ان شاء الله على اعلى مستوى على اي حال السي صلاح انا كنقولها لجميع الرياضيين وسيرتو للرياضيين المغاربه اللي مؤهلي الالعاب الاولمبيه اللجنه الاولمبيه المغربيه دارت تحت الاشاره ديالهم خبراء في علم التغذيه خبراء في التمرين البدني في البريباراسيون فيزيك وحتى في لونترينمون مونطال اذا مرحبا بهم وحنا تحت الاشاره ديالهم السي صلاح بغيت نطرح لك واحد السؤال اخير وهي بزاف ديال الابطال اللي عشت معاهم وشاهدتهم وتانا كنت منهم كناكلوا بزاف ديال الشاورما ديال لي فاست فود ديال لي بواسون غازوز ديال ما بغيتش نقول السميات ديالهم واش هادشي كيأثر على الانجاز ولا لا طبيعه الحال انا حطيت واحد الصوره هنا في الاخر باش كنتكلموا على من اجل ضمان الصحه الجيده حطينا يعني جوج ديال 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 الامور قلنا ان خصنا نزولوا السكر ونزولوا كاع هادشي دابا ديال لافينوازغي وديال الجانك فود اللي كنسميوه حنايا ولا لا مالبوف على اساس اننا ما ضامنينش النسب ديال الطاقه اللي فيها شحال بخصوص لما كتعلق المساله بالساندويتشات وغادي نتنبهوا بان الا تكلمنا على التغذيه المتوازنه اساس الصحه الجيده فقبل ما نكونوا رياضيين حنا ناس ديال الصحه اللي كيخصنا نردوا ليها البال بزاف
باش الجسم ديالنا ما يعانيش من امراض. كنعرفوا ان امراض العصر كلها تقريبا ولات عندها علاقه باش عندها علاقه بالتغذيه ديالنا، سواء كان مرض السكري او لا مرض الضغط الدموي او الله يحفظ السرطانات، ولينا كنتكلموا على علاقه مباشره تقريبا مع التغذيه. دونك غادي خصني نرد البال انا هنايا درت واحد المائده مغربيه، درت عليها اون بيتي كروا غير باش نقول للناس اتونسيون، ما كنقول لكمش ما تاكلوش مغربي، بالعكس يمكن لكم تاكلوا مغربي، ما كيخصكم تنبهوا بزاف ان كاين بعض الاطباق اللي هما فيهم طاقه كثيره، وبالاحرى هادشي اللي تكلم عليه السي حسن دابا بكم، بحكم ان التغذيه على برا ما كنقول لكمش ما يمكنش ما تاكلوش على برا، يمكن لكم تاكلوا على برا، ولكن خاصكم يجب حسن ولا ان تحسنوا الاختيار انكم تعرفوا فين تاكلوا. تشهيتوا شاورما تقدروا تطلبوا شاورما ولكن بلا ما ديروا فيها لاصوص. بغيتي تاخذ تاكوس، انا نفضل تاخذ شاورما ما تاخذش تاكوس، لان تاكوس عامر بلي صوص، عامر بلي فخيت، عامر بزاف الحوايج. كنتي ضروري تاكل على برا تقدر تطلب لو بلا، ما تطلبش لو ساندويتش، لان ملي كيعطيك لو بلا كتشوف لي بروشيت ديالك مقادين. ملي غادي تطلب معاه مثلا لاكومبانيومون تقدر تاخذ شويه الروز ولا تاخذ شي شويه ليغوم او تجمع بيناتهم وما فيها باس، بما انك غتادي من الجيب ديالك شي حاجه اللي غتستهلكها كتانسيستي على هذاك اللي غادي يعطيك الطبق، ان عافاك الا كان ممكن تنقص شويه ديال الليدام، الا كان ممكن دير ليا لي صوص سي با غي ما ناخذش هذه مع هذه. وكيمكن لنا نتجاوبوا هنايا صراحه، كنقول للناس خاصنا نرد البال، التغذيه على برا اليوم حنا كنعيشوا في واحد الوضع اللي هو وضع عالمي، وضع عام اللي كيفرض على الانسان انه ساعه ساعه يمكن ياكل على برا. ما كنقولش ان حرام ياكل الانسان على برا، ولكن كيوجب بزاف اننا نتنبهوا لاشنو كناكلوا. وهادشي كاع اللي تكلم عليه سي حسن كياكد. انا هنا درت لكم واحد العباره اللي معروفه يعني في الدول الانجلوساكسونيه اللي كيقول لك يو ار وات يو ايت، يعني انت على شاكله ماذا تاكل فلك الاختيار. انا درت لكم لا ميم بيرسون الوقت اللي غادي تعتمد على التغذيه ديالها اللي فيها البروتينات واللي فيها الالياف وفيها الفيتامينات وفيها الاملاح المعدنيه وفيها الخضر وفيها الفواكه. شوفوا كي غيكون الجسم ديالو، وهنا غنتكلموا على التركيبه الجسمانيه، الشعر ديالو غيكون مزيان، الجلد ديالو غيكون مزيان، لاكتيفيتي ديالو غتكون مزيانه، لا 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 غيبان لكم لو سوغيغ عنده، الصحه ديالو غتكون مزيانه. وفي الجهه الاخرى لما الانسان كيستهلك السكريات بزاف، كيستهلك بزاف ديال المواد المصنعه، بزاف ديال الحلويات، بزاف ديال الدهون، غادي تشوفوا بان التركيبه الجسمانيه ديالو دونك غادي يضيع كل شيء، لا الشعر ديالو مزيان، لا الجلد ديالو مزيان، لا الصحه ديالو مزيانه، لا العضلات مزيانه، وحتى يعني في الصحه ديالو في الشكل العام كتكون للاسف عليها يعني تاثير سلبي. انا ناسي حسن وي سيدي كيظهر ليا جو بونس تي مو كوريج سي جو مو ترومب، حتى هيبوكرات يعني لو بير دو لا ميديسين كيقول لك فوتر سونتي اي دون فوتر اسييت. سي سيغ، مع العلم ان كاين ان بوتي ديبا على هذه واش فريمون قالها ولا ما قالهاش، مي دو توت لي مانيير سي اون بون سيتاسيون ا سويف. حنا كنقولوها دابا انا هذا هو هذا هو. بغيت نطرح لك واحد السؤال اخير سي صلاح، وهي الرياضيين كياخذوا لي كومبليمون اليمونتير هي بيان لامبورطونس ديالهم وشنو هو الضرر ديالهم. Très bien. Donc le complément alimentaire, ça doit rester un complément. Pose la question. Non? C'est Madame Bakouche qui pose la question, professeur de physiologie. مرحبا la Bakouche, تبارك الله عليها. سؤال في محله. Le complément alimentaire, il doit rester comme tel, un complément. أنا هنا كنتكلم على مقاربة الغذاء أولا. Food first approach. هذا علاش اليوم ما بغيتش نجبد النقطة ديال لي سوبليمون إلا كان ممكن شي مرة نديرو، لأنها فيها بزاف ما يقال. علاش غنقول لكم الاخر؟ اولا لان الا جمعنا هاد لي كومبليمون اللي كيتباعوا في السوق العالميه كاملها، ربعه ديال لي كومبليمون اللي عندهم اون ايفيدونس سيونتيفيك، اللي هما البيكربونات، اللي هما الكافيين، واللي هما الكرياتين، واللي هما البيتا الانين، هادو ربعه. وكاينين معاهم زيدو حتى لي نيترات اللي كنلقاوهم في لي نيترات واللي كنقدروا نجيبوهم من البربه، ما كاين مشكل. هادو ربعه الامور اللي فيهم اون ايفيدونس سيونتيفيك. ولا شفنا دابا لي كومبليمون غنلقاو دي ميلي اللي كاينين في السوق اللي ما عندهم اوكين ايفيدونس سيونتيفيك. هذه الاولى. ثانيا علاش غناخذ لي كومبليمون اليمونتير؟ باش ندير لا بيرفورمانس، كونوا متاكدين بان الاغلبيه ديال هاد لي كومبليمون اليمونتير فيهم دو لانفورماسيون مونسونجير، يعني ليتيكات اللي كاتبين عليها غتلقى كاتبين فيها العجب ان هاد لي كومبليمون العظم الله. وانا كنتكلم معكم كصيدلاني، بمعنى راني عارف علاش كنتكلم، بحكم بان حنا في الميدان وكنشوفوا شنو كاين يعني في السوق، سواء في السوق اللي عندنا هنا في المغرب او لا في السوق في الخارج. نعم كيمكن لي نعتمد على بعض لي كومبليمون الوقت اللي كنحتاج مثلا اون تيرم دو ريكوبيراسيون، ولكن خاصني نتنبه ان هاد لي كومبليمون ايل نو دواف اون اوكان كا رومبلاسي الماكله، بمعنى ما كنمكن نخمم فيهم حتى كتولي عندي تغذيه متوازنه. انا شخصيا لي كومبليمون اللي كنصح بهم هادو اللي تكلمنا عليهم، والبقى الوقت اللي كنكونوا كنحتاجوا
في واحد الوقت وجيز نحققوا واحد النوع ديال استرجاع ديال الطاقه لما كتعلق الامر مثلا بالبروتينات اللي كيخصنا ناخذهم في اقرب وقت ولا بعض السكريات اللي كيخصنا ناخذهم اثناء السباقات اللي كيخصنا نديروا ابيل لسيغتان كومبليمون مي بشرط اننا نكونوا تاكدنا ان هاد لي كومبليمون خاليين من المواد المنشطه. وهذا هو السؤال اللي هو كيحير الجميع وخاصه يحير جميع الرياضيين بخصوص الرياضيين ديال الصفوه. لان الا نقدر الله دار لي كامبليمون اورينير او لا سونغ وتقلب وتبان ولو تكون يعني باغ انادفيرتونس استهلكتي واحد لو كومبليمون كي كونتاميني فراه كيتسجل لك ان راك درتي ان كا دو دوباج. واش هذا كيعني اننا ما خاصناش ناخذ بالمره الكومبليمون اليمونتير؟ ناخذ الكومبليمون اليمونتير بالتشاور مع الطبيب ديالنا ولا مع التخصص ديال التغذيه ولما كيتاكد من ان لو كومبليمون اليمونتير اولا كاينه اون ايفيدونس سيانتيفيك ديغيير اللي غادي تقدر يزيد ليا ان افي ارغوجينيك اللي مسامحين به في الاطار ديال ليسبري سبورتيف واللي سامحه به يعني المنظمه الدوليه لمحاربه المنشطات واللي سامحه به الكوميتي اولمبيك انترناسيونال. بمعنى ما كيضربش لو فير بلاي ما كيضربش ليسبري سبورتيف وما كيعرضش صحه الرياضي للخطر. وهادو هما ثلاثه شروط اللي كيدخلوا لينا هاد المواد هادو في الاطار ديال صلاح. ميرسي بوكو. On a dépassé un petit peu l'horaire. Je voudrais vous remercier pour la générosité de vous, mais je vous remercie que nous allons nous retrouver dans d'autres épisodes, Inch'Allah, pour nous donner sur les détails de la tardia de la riadia. Je vous remercie, c'est Hassan. Je vous remercie. واللي شفنا ان كاين واحد التحول واحد الاهتمام كبير صراحه. الهدف ديالنا في اللجنه الاولمبيه الوطنيه المغربيه وديال الفريق كله اللي وعندك الحق كنشكروا بزاف لان كيف ما كنقولوا لي ما انفيزيبل هما اللي كيديروا بزاف ديال الحوايج اللي ما كنشوفوهاش اللي كيخدموا عليها اللي كيديروا لا رياليزاسيون لا برودكسيون لا بريباراسيون يعني ان ايكيب تبارك الله ديال الجنديين. وعرفتي شنو هو الهدف ديالنا في هذه اللجنه الاولمبيه؟ وهي النجاح ديال الرياضيين المغاربه والنجاح ديال الرياضه المغربيه. هذا هو الهدف ديالنا وغادي نبقاو متبعينو ان شاء الله. وكنشكروا الناس بحالك والخبراء بحالك اللي كيساعدونا باش نوصلوا لهذا الهدف. اذا كنشكر كذلك الاخوان والاخوات اللي شاركوا معنا في هذا البرنامج. وكنعطي موعد نهار الجمعه الجايه ان شاء الله يعني لو 19 18h غادي نديروا برنامج على كيفاش كومون ريوسير فوتر روبريز سبورتيف سون ريسك. وغادي نوار مع الدكتور الدغمي كي ان ميدسان سبيسياليست de la pathologie et de la physiologie des sportifs. Gandiro Amra Si Ismaïl El Bouskraoui qui est kinésithérapeute de sport. Gandiro Amra Docteur Karim qui est en Tasloubif Aspetar en Qatar qui est psychologue du sport. Gandiro Amra comment améliorer le sommeil. Donc rendez-vous vendredi prochain à 18h Inch'Allah pour une autre émission sur comment reprendre sereinement et en sécurité votre activité sportive. Merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt. Merci Sassalah. Merci pour ta générosité. Merci Hassan. Merci.